جاسمين اسمعي، ماذا؟ أعطني زجاجتكِ. لماذا ستحبين هذا؟ أصبح هذا غريباً. سأملأ هذه الحاوية بالماء. سيفي هذا بالغرض. لننتقل الآن إلى الجزء الممتع. حان وقت إضافة المكون الغامض. أنا أمزح، إنه نوع مميز من الرمال. ها أنا سأبدأ. هل أنت مستعدة لتنبهري؟ واو، انظري إلى هذا. مستحيل، هذا رائع جداً. كيف فعلت ذلك؟ لنجرب لوناً مختلفاً. سأسكبه فحسب وسينطلق السحر. العلم مذهل، لكني لم أنتهي بعد. لنأخذ منه غرفة. لن تصدقي ما سيحدث تالياً. انظري، إنه يتحول إلى رمل مجدداً. هذا جنوني، أليس كذلك؟ لنمزج اللونين معاً. شاهدي هذا، يمكنني فعل هذا طوال اليوم. هذا أشبه بالسحر. لا أفهم ما يحدث الآن، لكني مهتمة للغاية. علي تسجيل هذا. هيا سجلي. سأحاول التقاطه. ملمسه غريب. كنت أعلم أنك ستحبين هذا. حان وقت الصف. أو مرحبا يا شيريل. جاسمين، شاهدي ما لدي. واو، أنت محظوظة جدا. لدي دمية أيضا. أجل، لكن لدي كل هذه الأشياء الرائعة. تحتاج دميتي إلى أفضل الإكسسوارات. إنها حتى تملك أجمل معطف. أجل، هذا لطيف، لكن انتظري لتشاهدي دميتي. تجاهلي المصاصة. سأخذها. هل هذه هي؟ دميتي أكثر أناقة. أجل، لقد لاحظت ذلك. تحتاج دميتي إلى تغيير مظهر. انظري إلى هذا الحذاء الجميل. عليها الظهور على منصة عرض أزياء. إنها أنيقة جدا. إن حذاءها أجمل من حذائي. لا يهم، لدي عطري على الأقل. سيمنحني شعورا جيدا. يمكنك الحصول على القليل منه أيضا. لا طالما كنت أعرف أنك محبة للحيوانات. مهلا، ما الذي تفعله جاسمين؟ ربما يمكنني استخدام طلاء الأظافر لهذا، لكن ماذا أفعل به؟ لنمنحك حذاء جديدا. أوبس، سقط الدب. واو، اجلسي وارتاحي. سأغطي أسفل قدمي الدمية بطلاء الأظافر. أريد التأكد من أنني لم أنس أي بقعة. ثم سأنتظر ليجف طلاء الأظافر. سيسهل مصباح الأشعة فوق البنفسجية الأمور. أعتقد أن هذا وقت كافٍ. ثم سأحتاج إلى شريط لاصق شفاف. سألفه حول القدمين. وسأحتاج إلى طلاء الأظافر. سأستخدم الفرشاة لأطلي داخل الشريط اللاصق. سألونه بأكمله. ثم سأضعها مجدداً أسفل المصباح. لنلقي نظرة. يمكنني إزالة شريط اللاصق. لقد تصلب طلاء الأظافر. إنه يبدو كحذاء بكعب عالٍ، لكني لم أنتهي بعد. سأضع قليلاً من طلاء الأظافر على قطعة البلاستيك هذه، وسأضغط الكعب عليها. هذا سيعطيها نعلاً مسطحاً. أعتقد أنه جاهز. واو، حذاء مخصص، لكن لنجعله أكثر أناقة. سأدفع بإبرة داخل الكعب، وسأملأ بالزيت. يأتي الجزء الممتع الآن. سأحقنه بألوان طعام، وستمتزج مع الزيت، وستشكل فقاعات صغيرة داخل الكعب. إنه أشبه بمصباح حمام. لنجربه. واو، إنه بمقاس مثالي. لقد انتهينا من الحذاء، لكن إن شعرك سيء اليوم يا عزيزتي. ليس هذا مظهرا جيدا أبدا. أحب هذا الحذاء، لكنك ستحتاجين إلى هذه الفرشاة. شكرا يا شيريل، هذا ما أحتاج إليه تماما. إنها تبدو أفضل بالفعل. أجل، لكنها تحتاج إلى ملابس جديدة. خذي هذا الفستان، أعتقد أنه سيبدو جميلا عليها. أتعلمين؟ ما رأيك في صديق أليف؟ هيا خذيه. حقا؟ هل أنت متأكدة؟ بالطبع يا صديقتي المقربة. واو، هذا لطيف جدا منك. هيا لنأخذهما في نزهة. فكرة رائعة. واو يا فتاة، تباهي بمظهرك. تبدين رائعة عزيزتي، وأنا أحب حذائك. هذا ممتع جدا. علينا أن نفعل هذا أكثر. صباح الخير أيها الطلاب. أوه كلا. ها، أتمنى لك رحلة طيبة. ربما لم يلاحظ أحد أوراق امتحاني الغالية. لماذا؟ هذا محرج جدا. انظروا إليها، هذه فوضى. إنه عالم قاس. يمكنني استخدام هذه المشابك. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأجمع الأوراق بمشبك ثم سأكتب علي. هكذا يمكنني معرفة أي أوراق لدي. ليتني فكرت في ذلك مبكرا. انظروا إليها، إنها رائعة. حان وقت الاختبار. من يضحك الآن؟ أنت، احترس إلى أين توجه هذا. تفضلي يا ماديسون. أوبس، لكن يمكنني إصلاح هذا بهذا المشبك الرائع. سأضعه على جانب مكتبك.
أحتاج إلى المزيد. ثم سأضع الأقلام في المشبك. ها أنت ذا. أوه، لقد أثار إعجابي. هذا ذكي جدا، تفضل يا ليو. شكرا. تفقدنا طلاشي فهي فتيات. يا إلهي أنت محظوظة. أعلم ذلك، إنه أفضل شيء. ستبدو شفتاي جميلتين جدا. يا فتيات أين ذهبتن؟ حقا تنفسي فحسب. أوبس، أوه هذا اللون يناسبك. محاولة جيدة، أنت تعرفين القواعد. الماكياج ممنوع. لكن ألا يمكننا التحدث عن الأمر؟ أعتقد أن ذلك رفضا. من الأفضل أن أتفقد مظهري. أوه كلا، وجهي بلا مكياج. لكني مستعدة لذلك دائما. أحتفظ بمخزون سري من المكياج لحالات الطوارئ. سأأخذ هذا، الماكياج ممنوع. هذا ليس عدلا، هذا أسوأ أمر. ما الفائدة إن لم أستطع أن أبدو مذهلة؟ تبدو الحياة خاوية بلا مكياج. مهلا، لقد راودتني فكرة. سأستخدم عبوة سائل تصحيح هذا. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدأ بإفراغ السائل من العبوة. سأفرغ العبوة في وعاء. سأستخدم ذلك لاحقا. والآن سأنظف العبوة. وسأحضر ملمع شفاهي المفضل. سأستخدم ماسة لإخراج ملمع شفاهي من الأنبوب. إنه يجعل الأمور أسهل. لا أريد صنع فوضى. والآن سأضعه في عبوة سائل التصحيح. سأملأها إلى أعلاها. سيفي هذا بالغرض. وسأستبدل الغطاء. أنا ذكية جدا. وستبدو شفتي رائعتين. أو أجل، يمنحني هذا شعورا أفضل بكثير. لقد افتقدت هذا كثيرا. ها؟ ماذا تفعلين؟ واو، أحتاج إليه. خذي هذه النقود. حسنا، انتظر دوركما. شكرا يا آسي. أعطني إياه، أعطني إياه، أنت الأفضل. وهو سرني تعامل معكما. كدت أنتهي. ها أنا ذا. تقول أمي إن علي الاعتناء بشعري. تلك بثرة ضخمة. كلا، لا يمكنني الضغط عليها. ربما يمكنني الضغط عليها سريعا. لكن هذا أمدني بشعور مفرح جدا. علي مسح تلك المادة اللزجة. أوه، إن له قواما كريميا. يبدو هذا أفضل. حان وقت الإيواء إلى السرير. أشعر براحة كبيرة. يا له من نوم رائع. يبدو كل شيء ضبابيا. أين نظارتي؟ هذا أفضل. كلا، هذا ليس أفضل. وجهي مغطى بالبثور. ما سبب كل تلك الضوضاء يا عزيزتي؟ أني مرحبا يا عزيزتي. أبدو مريعة. حسنا، يمكننا إصلاح هذا. لا تحتاجين إلا لقليل من المكياج. عادة لا يتطلب الأمر سوى تغطية بسيطة بخفي العيوب. هل تظنين أن ذلك سينجح؟ كلا. مستحيل. لنواصل البحث. قد يصلح هذا. ما هذا؟ إنها لاصقات معالجة للبثور. إنها مفيدة جدا. سأضع تلك اللاصقات على بثورك. لحسن الحظ لدينا الكثير منها، فسوف نحتاج إليها. هل هذا كل ما في الأمر؟ استرخي، لم أنتهي بعد. حسنا، لننزع اللاصقات. إنها تجعل البثور تختفي. لا مزيد من البثور. ألقي نظرة على بشرتك. واو، أي سحر هذا؟ هذا مذهل. شكرا يا أمي. عفوا يا حبيبتي. حصة تربية بدنية رائعة أيها الطلاب. اذهبوا لتستحموا وتغتسلوا. رائحتي كريهة. إنني أتطلع إلى هذا. أسرعي، حصلت عليها. أعطاني هذا شعورا جيدا. هيا. هذا غريب. حسنا، من الأفضل أن أرتدي ملابسي. لا يمكنني أن أسير في الأرجاء هكذا طوال اليوم. ملابسي، أين هي؟ كلا، هذا أمر سيء. مهلا، سأخذ هذه الكرة. سأحتاج إلى هذا. يبدو هذا جيدا نوعا ما. تخيلوا المنظر. ركزي، لابد من وجود شيء يمكنني ارتداءه. قد يكون بساط اليوغا هذا مفيدا. إنه بطول مناسب. أوبس، أمل أنه لم يرني أحد. هذا محرج جدا.
ها؟ ما هذا؟ واو، هذا ما أحتاج إليه تماماً. لا يمكن أن أدع أحداً يراني. تبقت مساحة صغيرة علي قطعها. واو، انظروا إلى تلك العضلات. ربما سيكون حبيبي المستقبلي محباً لممارسة التمارين. كدت أصل. أنت حسناً، سأخذ الملابس فحسب. هذا أفضل، لكن ينقصني بنطالاً. علي التفكير في حل ما. أعرف ما يمكنني فعله. حان الوقت لابتكار بعض التعديلات. سأقص شقاً في منتصف السترة. علي توخي الحذر. يبدو هذا جيداً. والآن يمكنني قلبه رأساً على عقب وارتداؤه كتنورة. وسأثبتها من الخلف وسأحكم تثبيتها في مكانها بحزام. تبدو لطيفة جداً. ربما علي ممارسة هذا كوسيلة لاكتساب المال. والآن يمكنني الذهاب إلى الصف. كانت تلك خدعة رائعة جداً. مستحيل، كيف فعلت هذا؟ ماذا حدث هنا؟ في الواقع لا أود معرفة ذلك. أوه، لدي عميلة. مرحباً. هاي. ما الذي أريده؟ أريد قطعة الكعك تلك رجاءً. أين يمكنني الجلوس؟ أنا أحب الكعك. أوه، إنه أليكس. مرحباً. أوه، إنه مضحك جداً. أمل أنها لم ترني إطلاقاً. هل يمكنني الجلوس معك؟ معذرتان، هذا الكرسي ليس شاغراً. إنه لحقيبتي، أترين؟ أوه، صحيح، لا تهتم إذن. كان ذلك تصرفاً شريراً. تفضلي، خذي قطعة أخرى من الكعك. لا أعرف. أريد المزيد. بدا الأمر كله بتلك القطعة المجانية من الكعك. كان أفضل يوم في حياتي. مستحيل، كنت أحاول إبهاجك فحسب. واو، أحب مكياجك. أوه، شكرا. هل يمكنك أن تريني كيف أضعه هكذا؟ ستحتاجين إلى ملعقة وشوكة فحسب. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ كلا، هيا لنبدأ. ضعي الملعقة على عينك، ثم ضعي محدد العيون بفرشاة أعلى الملعقة، ثم املئي بقية المكان بيديك وحدها. الأمر سهل وسريع جداً. والآن لنستخدم الشوكة. أمسكيها عند زاوية عينيك وضعي محدد العيون بالفرشاة بين أسنان الشوكة، فهذا يساعد على صنع شكل جناح. والآن أحتاج إلى تمرير الفرشاة على حافة الجفن. حسناً، لنضع بعض المكياج اللامع. إنه يبدو جيداً دائماً. ها قد انتهينا. دعيني أصفف شعري. واو، يبدو هذا مذهلاً. أشعر بأنني جميلة جداً. شكراً لك. لا مشكلة، والآن اذهبي. صحيح. مرحباً يا أليكس. ذهبي، لم أرك مطلقاً منذ قليل. هل تودين الذهاب إلى الحفلة معي؟ يبدو ذلك ممتعاً. عجل، لم لا؟ لدي رفيقة للحفلة. واو، طلب مني أليكس مرافقته في موعد. أتطلع إلى هذا كثيراً، لكن لا يمكنني ارتداء هذا. ماذا سأرتدي؟ أين كل ملابسي؟ أحتاج إلى الذهاب للتسوق وشراء الملابس بشدة. مرحباً يا أختا، انظري، أنا مصممة أزياء. أنت، هذه ملابسي. توقفي، ستفسدين ملابسي. لكني كنت أجعلها جميلة. انظري إلى هذا، أعجبني هذا، كنت أستخدم هذا. استخدمت لعبة رائعة. إنها ليست لعبة، انظري، هل ترين؟ إنها تضيف التألق واللمعان. لقد قرأت أن هذا هو الأسلوب الرائج في باريس. أوه، كوني أيقونة للأناقة عمل شاق. هذا فاخر جداً. أنت موهوبة جداً، لقد استحققت هذا. أوه، شكراً. أظن أنني مستعدة لموعدي. تمني لي الحظ الطيب. هل رأى شخص آخر ذلك؟ نقابل كل أنواع الأشياء في هذه الوظيفة. أوه، من الأفضل أن أتصرف باحترافية. سيكون هذا الحفل رائعاً للغاية. أوه، تأملوا هذه الملابس. أوه يا ماندي، تبدين رائعة. أوه، تعرفين كيف ترتدين ملابس مناسبة لحفل بالتأكيد. حتى حذاؤك أنيق. أو مهلاً، رغم ذلك لا يمكنك الدخول هكذا فحسب. يتطلب هذا الحفل إجراء اختبار الطول. إنه أشبه بحديقة الملاهي، إلا أنه لا نريد إدخال أي أطفال.
هل هذا حقيقي؟ هيا سنتحقق فحسب ما إذا كان طولك كافياً. قفي قبالة الجدار، دعينا نرى. إنها طريقة قياس علمية. هو أجل، أنت بالتأكيد طويلة بما يكفي. تفضلي بالدخول، الحفل ينتظرك. مرحبا يا جون، سأتحدث إليك لاحقا، هل اتفقنا؟ مرحبا. أوه، لقد أخذتني للغاية. أوه، يمكنك التسلل وإخافة شخص. حسنا، دعيني ألقي نظرة عليك. هل هذا فستان فاخر؟ جورب شبابي وحذاء رياضي؟ هل تعتقدين أن ذلك يبدو جيدا؟ حقا يا جون، ألقي نظرة عليها. أعرف. حسناً، تعال إلى هنا لأتحقق من طولك. حسناً، لم تقتربي من الطول المطلوب حتى. ماذا؟ لكن الحفل. معذرة، سيكون عليك العثور على مكان آخر للاحتفال. هل يمكنك إجراء استثناء من أجلي أرجوك؟ ماذا قلتي؟ لابد أن ذلك قد فاتني. رجاءً رجاءً رجاءً. كلا، إذا قلت أنك لا يمكنك الدخول فلا يمكنك الدخول. ارحلي من هنا. حين تقولين هذا بتلك الطريقة تعرفين تبدين مخيفة. تحركي. يا لتصرفات بعض الناس. حسناً، إذن سأرحل فحسب. هذا ظلم كبير. ربما لم أريد الذهاب إلى ذلك الحفل السخيف على أي حال. أنا متأكدة من أنه يعج بمزيد من اللئام ممن هم مثلها تماماً. لكن ماذا سأفعل الآن؟ لابد أن هناك شيئاً يمكنني فعله. أهلاً قليلاً. أعتقد أن لدي فكرة. أجل، سيفلح هذا تماماً. سأخلع حذائي هنا وسأبدأ بلف جوربي نحو الأسفل، ثم سأنزعه عن قدمي، لكن علي الاستمرار في لفه، ثم سألف جوربي بحرص. أريد أن يبدو مثل دونات. ها نحن دا، الآن أصبح جوربي محكما ومضغوطا. الآن سأضغطه في منطقة الكعب في حذائي، ثم سأعيد ارتداء الحذاء. لقد انتهيت، دعوني أجربه. يا له من اختلاف، يا لها من فكرة رائعة. سيجعلني الجورب الذي في حذائي أطول. هيا بنا. أود دخول الحفلة من فضلك. أنت مجدداً، لقد أمرتك أن تغادري. أهلاً، تحققي من طولي رجاءً. حسناً، لن يشكل هذا فارقاً رغم ذلك، لكن تفضلي. انظري، هل ترين؟ أنت بنفس طولك الذي... مهلاً، أصبحت أطول؟ لا أفهم الأمر، ماذا يحدث؟ هذا غريب جداً. تطبق القواعد في كل الأحوال، يمكنك الدخول. أجل، ها أنا آتية أيها الحفل. ادخلي إلى هناك فحسب. لا أفهم الأمر، كيف نمت بهذه السرعة؟ لابد أن زينتها مدهشة. أنا جائعة جداً، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة، هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسباً لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيراً إن رأت هذا. هل كانت تلك حلوة؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جداً، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك يا لاتساعة. يا لطيبتك، هذا غريب، لا أملك يداً ثالثة. مرحباً يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئاً عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها، سأشتتها.
إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أها، أمسكت بك. ماذا؟ أوه، يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة، يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصلي النظر بعيداً، هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألد دونتس على الإطلاق بكريمة وردية وسبرانكلز. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا، مهلا، أنت صلعاء، أعطيني إياها. هذا ظالم جدا، من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالا يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، مهلا لحظة، لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج. ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعاب يسيل. ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً لهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة ثم سأضيف تضليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية. حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء دونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! لنلتقط صورة ذاتية، تبدو هذه جميلة جداً. أمل أنني لم أتأخر على الصف. على ذكر الجمال، انظري إلى هذا، إنه كيفن. يا إلهي، كيف أبدو؟ مرحبا يا كيفن، أنا هنا. أنت ذا، كنت أمل أن أراك. واو، إنه وسيم جدا، سنكون ثنائيا رائعا. أتساءل ماذا سندعو أطفالنا؟ ومن يهتم؟ سيكونون بالغي الجمال. مهلا، ماذا حدث للتو؟ كلا، ليس الأمر هكذا. بالطبع هذا ما ستقولينه، علي الذهاب. إذا أنا وحدي مجددا. يا إيفا، عليك رؤية هذا، إنه مضحك جدا. لا أعتقد ذلك. كان ذلك وقحاً. إيفا، ها أنت ذا، أحضرت لك مثلجات. كلا، لا أريدها. إنها بنكة الشوكولاتة المفضلة لديك. كلا، ابتعدي، ستذوب. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. بشأن كيفن، لقد رحلت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. سأقطع أولاً دائرة من قطعة الورق ثم سأرسم وجهاً عليها. أعتقد أنني سأختار الوجه التعبيري الذي يضحك ويبكي، إنه كلاسيكي. سأحتاج إلى دائرة صفراء ودائرة وردية، سأضعهما على الوجه التعبيري. سأزين الدائرة العلوية برسمة الوجه المحب، إنها جميلة جداً، انظروا إليها. ثم سأضيف دائرتين أخريين وسأرسم وجهاً تعبيرياً آخر. أعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وجهاً حزيناً. فلتبتهج أيها الصغير. سأضع دائرة وردية علي وسأقلب وسألصق العصا بالغراء على ظهره. أريد أن أكون سعيدة فحسب. إيفا، عليك رؤية هذا، ما الأمر الآن؟ هكذا تبدين، علينا تحويل هذا العبوس إلى ابتسامة. هذا مضحك جدا، هكذا أشعر، أحبك. أنت صديقتي المقربة. أنت محرجة جدا. أجل، أعلم ذلك، لكن هذا مضحك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا. أنا آسفة يا إيفا، لم أقصد أن يحدث ذلك. أهلا، هل ترين هذا؟ مستحيل، أنت مضحك جدا يا كيفن. ليس من النوع المفضل لي. إذن هل سنعطي هذا؟ أحسنت عملا يا كريس. ماذا عن عملي؟
أيمكنك تحديد الرسمة؟ ليست هذا، يمكننا إزالة هذا فيما تخلص من الأخضر، وليس القلم الأرجواني أيضاً. لقد خدعتك، كانت الرسمة أمامك طوال الوقت. أوه، فكرة ذكية جداً يا لونا، يمنحني هذا فكرة. أنستي انظري إلى هذا، ليس مجدداً. أين نحن؟ ينبغي أن نقيم تحدياً للرسم. جدياً؟ هذه ليست حجرة الدراسة. أعتقد أن الأمر سيكون ممتعاً. هيا ندير العجلة. أريد أن أديرها، أنا الضيفة. إنها فكرتي، اتركيها وإلا توقفي، ستكسرينها. أوه، انظري إلى هذا، أعتقد أننا سنرسم وردة. ما هذا؟ أنستاي، لدي وردة جميلة لوردتين جميلتين. غريب، أود أن أتأمل جمالكما. أعجبتني، ليبدأ التحدي. أخيراً، يا إلهي، تملكي نفسك. سيكون التركيز صعباً علي، فأنا أشعر بأنني أنظر إلى عمل فني. أسمع دائماً هذا التعليق، يا له من شارب عظيم. حقاً، أنت يهور، تذكري أن هذه مسابقة. هو أجل، أنت محقة، لا يبدو هذا شبيهاً بوردة، إلا إذا أعلم ما سأفعل. سأضيف بعض المثلثات داخل القلب، تبدو كبتلات وردة. الآن سأرسم باقي الوردة، يبدو هذا جيداً. حان وقت رسم الأوراق الخضراء، لا يمكنني أن أنسى الجدع. لقد انتهيت، تبدو رسمتي جيدة. لطيف، ها هي رسمتي، إنها بسيطة. ما رأيك؟ أيعجبك كما ترى؟ جميلة، أنت تفوزين. أجل، لقد علمت ذلك. الجائزة أنت، سأعتز بهذا، رائحتها مذهلة. كان من الواضح أنه سيختارك، أنت غيورة فحسب. أتساءل ما التالي؟ ليس بهذه السرعة، سأدير أنا العجلة. على أي صورة ستتوقف؟ هو عصفور صغير، كم هو لطيف. هيا لنبدأ. أجل أجل، لست بارعة في استخدام الطلاء، ولكني سأجرب الأمر. عليك أن تتخيلي أنك وسط طبيعة، هذا هو سر الرسمة. سيكون هذا اللون الأحمر مثاليا. أو كلا، هذه كارثة، هذا يفسد الرسمة أكثر فحسب. انظري إلى يدي، لا يوجد إلا فعل واحد، التخريب. كلا، انظري إلى ما فعلته. حسناً، إن لم تحركي الورقة، انظري إلى هذا. وهل هذا خطأي؟ أوه، كلا. مهلاً، فعل التخريب غير الضروري هذا منحني فكرة، قد تنجح هذه الفكرة. سأضع قليلاً من الطلاء الأسود هنا، وسأرسم منقاراً وبعض الأرجل. بدأ يبدو كطائر، ها أنا دا، إنه طائر صغير لطيف بمساعدة بسيطة منك. هذا غش، ولكني أحببت الرسمة، رسمتي ليست جيدة. دعيني أراها. إن كنت مصرة على ذلك، أظن أن الفائزة واضحة. أجل، أوه، مرحبا أيها الصديق الصغير، أشعر وكأنني أميرة في عالم كرتوني. عجبا. أوه، أيمكنني لمسهم؟ ابتعدي، أحصلي على طيورك الخاصة. تظنين أنك مميزة للغاية. يمكنني استخدام دفتري، سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الحافة. لدي بعض طلاء الطباشير، سأغطي الدفتر بأكمله بالطلاء، هذا مريح جدا في الواقع. كدت أنتهي، سأتركه ليجف، والآن يمكنني إزالة الشريط بحذر، فلا أود إفساد الطلاء. لا أحتاج إلى سبورة طباشير، يمكنني استخدام الدفتر، سأكتب المعادلة على غطاء الدفتر. ينجح الأمر بشكل جيد للغاية، أحتاج إلى الإجابة الآن. ماذا يحدث؟ حسناً أيها الطلاب، من يود إجابة هذا؟ أنت، لكن حسناً، تعال
تعال إلى هنا، تصرف في هدوء، لست ذكياً الآن. أوه حسناً، أعتقد أنني أعرف هذا. ما رأيك؟ خطأ، اجلس. فيما كنت تفكر؟ اقضي وقتنا أقل في تنفيذ المقالب وذاكر لوقتنا أطول. دعوني أتخلص من هذا. أنت ماديسون، أنا سيكون هذا سيئاً. يشعرني حبيبي بالإلهام، آمل أن يقدر هذا. لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. فلتهدأ يا قلبي. لنرى هنا. كتبي. آسف، دعيني أساعدك على جمعها. يداك ناعمتان للغاية. كتبي؟ صحيح. إذن أجل، شكرا. أظن أنني واقع في الحب. مهلا، نظرة واحدة أخيرا. أجل، هذا الرجل مميز حقا. هذا ما سأقوله، لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائماً. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقاً. أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. رائع، هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً، اهدأ، تنفس بعمق. يمكنني فعل هذا. أنا متمكن تماماً. حان وقت البدء. برفق، برفق. كان ذلك مؤسفاً، لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير. يمكنني العمل بهذا. سيساعدكم استخدام فرشاة الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماماً. وفي حالتي رسمت بتلات، وبعد أن ترسموا الزهرة بأكملها أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً. يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع، وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً. لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً. يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرضٍ! والآن استخدموها كختم، وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع، أليس كذلك؟ هذا مذهل، ما رأيك؟ ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري.
واو، هذه صورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل. لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد. تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً، طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. فنان يا صغير. أشعر بالملل قليلاً. أتساءل ماذا علي أن أفعل. لدي فكرة، سأقوم ببعض الأعمال الفنية. سأبدأ بقليلاً من اللون البرتقالي. الفن ممتع، من الصعب أن تشعر بالملل وأنت مبدع. من الأفضل أن أشرب بعض السوائل. كلا، فيما كنت أفكر؟ الطلاء على كل أصابعي. يا إلهي، يا لها من فوضى. ماذا سأفعل الآن؟ الطلاء لوث الكوب بأكمله. انتظروا، أنا عبقرية. حسناً، سأبدأ بكوب زجاجي نظيفاً وأصبع ملون. ينبغي أن يكون هذا كافياً. والآن سأرسم خطاً مموجاً بالأعلى. جيد، ثم يمكنني وضع القليل من الخطوط بقلم التحديد تحت النقاط الملونة. لقد انتهيت، تبدو لطيفة جداً. تبدو كأضواء صغيرة ملتفة حول كوبي. إنه أجمل بكثير من ذي قبل. لا يمكنني أن أصدق أنني فكرت في هذا. وقد حان وقت المزيد من العصير. هذا ما أقصده. مرحباً، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%. أليست جميلة؟ أجل لطيفة، ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة الليالي قديمة جداً. لدي بوبيت. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضاً، زينته بالملصقات. قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضاً. كريم ومهم جداً وسادة. لن يصلح هذا إطلاقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام التحديد هذا. انتظروا، لدي خطة. بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف. سأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفاً الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم. لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضا. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا. على استنجابي أن يعيد مثلجاتي. لا تأخذ مثلجات روكي رود. حسناً، حان وقت بعض التلوين. أنا فنان، أنا الأفضل في الفن. التلوين ممتع للغاية. كلا، نثرت الألوان على حاسوبها. أعرف ماذا سأفعل، سأنظف. انتظروا، إنه يتلطخ. كلا، لقد زادت الفوضى. لقد تلون بالوردي. ستغضب مني كثيراً. لقد استيقظت. ماذا تفعل؟ لماذا تحدق بي؟ تتصرف بغرابة. غريب حقا. انتظر لحظة، حاسوبي. ماذا حدث له؟ لقد لونته بالوردي. ما هذا هناك؟ شفاط؟ انتظروا، يمكنني انقاذ الموقف. حسناً، ها هو حاسوبي المسكين الملطخ. أحتاج إلى المزيد من الطلاء. هذا صحيح، أكثر وليس أقل. أبيض وأصفر أيضاً، وبعض الأجواني، وربما القليل من الأصفر المائل للبني. حسناً، أنا جاهزة الآن لاستخدام الشفاط. سأبدأ في النقع على هذا الطلاء الآن. سأستخدم الهواء لدفع الطلاء على الحاسوب.
علي استمرار وأحب الألوان المختلفة. والأنماط والملمس تجعله رائعاً. رائع، تحول إلى عمل فني رائع يجعلني أفكر في أمواج المحيط. لا يمكنني أن أصدق كم أصبح جميلاً. رائع، انظروا إلى حاسوبها، رائع للغاية. انتظري، هل كنت تعلمين أن لدينا اختبار؟ بسست، من ذلك الشخص المريب؟ لدي ماذا احتاجان إليه؟ رياضيات؟ لغة إنجليزية؟ الإجابات، لقد أقنعتني. سلميني المقابلة أولاً. بالطبع، دعيني أرى ما أملك. أظن أن هذا سيكفي. تفضلي، أنيقة وفيها كل الإجابات. رائع، هذا مذهل، شكرا لك. عميل آخر مسرور. مرحبا، هل يمكنك مساعدتي؟ بأسلوب ملابسك هذا لست صانعة معجزات. هذا مثير للغاية. هذه أذكى ممحاة في السوق. هذا أفضل من الدراسة. أحتاج إلى شراء الإجابات. لابد من أن معي بعض الحلوى. لم أحصل على الكثير بهذا. معذرة، على ما يمكنني الحصول بهذا؟ لقد أضحكتني، ارحلي، سأخرج من هنا بحركة نينجا. كان بإمكانك السير فحسب. رائع، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا، هذا يعطيني فكرة. الأمر يستحق التجربة. سأضع غطاء الحماية على الشاشة ويمكنني التمرير لرؤية الإجابات. والآن أنا مستعدة. لا يسمح بالغش، ليس في صفي. من الأفضل أن أخبئ هذا. لنرى ما سيقوله كاشف الغش. هذا ليس جيداً. لقد علمت، لقد غششت باستخدام الممحاة. أشعر بالاشمئزاز. أحتاج إلى فعل هذا في كل اختبار. وما الذي يجري هنا؟ لا يمكن لأحد هزم كاشف الغش. هتستخدمين قبعةً لإخفاء الإجابات؟ قد كشف أمري. الأمر يسير بشكل جيد حتى الآن. المعلمة قادمة. أعلم أنني سأكتشف الغش. رجاءً لا تصفر. لابد من أنه معطل. لا يوجد غش هنا يا أستاذة. هي لك من فتاة جيدة. استسلم. أشعر بالملل جداً. هل تمزحين؟ إنه وقت الوجبة الخفيفة. لنجعل الأمور أكثر تشويقاً. أليوب، ها هي آتية، أمسكت بها. أعلم، هذا مثير للإعجاب. هل تعتقد أن بإمكانك التفوق علي؟ بالطبع، يمكنني فعل هذا وعيناي مغلقتين. سأبهرك. أوه، عيني! ماذا كنت تقول؟ واصل التمرن، سيتحسن أداؤك في النهاية. أريد منكما رسم لوحة لقوس المطر، ومن الأفضل أن تكون جيدة. أحب أقواس المطر. لا أحب استخدام الألوان الزاهية. من يضحك الآن؟ أتوق للبدء. يوجد شيء سحري بشأنها. ماذا تفعل؟ يا لك من أخرق. آني، ماذا تنتظرين؟ هيا ابدأي. إن كنت مصرة، لكني لا أملك سوى اللون الأسود. لننتهي من هذا. إن أردت قوس مطر فسأمنحك إياه، وسيكون أفضل قوس مطر على الإطلاق. لقد انتهيت، أردت توضيح جماله. هل أعجبك؟ معنا فان جوخ في صفنا. ماذا تفعلين يا آني؟ تدا، لا بأس، لا داعي للتصفيق. رأيت قوس مطر من قبل، أليس كذلك؟ هذا الصف غبي جدا. هذا رأيي في قوس المطر خاصتك. ما للحظة، أعطيني تلك الأقلام. سأرتبها بترتيب ألوان قوس المطر، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سألصق الأقلام معا بالغراء، ثم سأنتظر ليجف الغراء. حان الآن وقت الرسم. سأمرر الأقلام على الورقة. سأرسم بها قوسان. هاو، يبدو هذا رائعا. تندمج الألوان معا. يا لها من طريقة سهلة للرسم. ها هي ذا، لكني لم أنتهي بعد. لقد استخدمت قلما أسود اللون لأرسم قوس مطر على حافظة بلاستيكية. لا يوجد قوس مطر، ثم يظهر القوس. رائع جدا، أليس كذلك؟ الآن ترون والآن لا ترون. هاو، لقد ظهر مجددا. أي سحر هذا؟ واو، هذا مذهل. انتهى عملي هنا. مهلا لحظة، ترتدين تيشيرت متعدد الألوان. اعتقدت أنك تحبين اللون الأسود فحسب. ماذا؟ كلا، لم ترى ذلك. لا تقل أي شيء وإلا سرك في أمان. واو، هذا المظهر يناسب المحترفين. ما الغرض من هذه المغرفة؟ انظري، يجب علينا تدوير العجلة. وقع الاختيار على الأحمر. هل يجب أن نغمض أعيننا؟ هذا مستحيل تماماً.
لا ضرر من المحاولة. 1، 2، 3، انطلاق. لا مفر من الأمر. أظن أنه يبدو بهذا الشكل. هل رسمتي جيدة؟ يراودني إحساس جيد حياله. سأبدأ بالوجه أولاً، ثم سأرسم حوله. آمل أني اخترت اللون الأزرق. أوه، إنها تحاول جاهدة. لن يضرها ما لا تراه. لن أستطيع رسم هذا وعيناي مغلقتان. يبدو أفضل الآن. أظن أنني أبلي بلعاً حسناً هنا. كيف تبدو رسمة آني؟ هل تستخدم عينيها؟ أنت تخالفين القواعد. لحظة، وأنت أيضاً. معك حق. حسناً، لننفذ التحدي بالطريقة الصحيحة. هيا. لا أعرف ما أفعله، لكن يمكنني رؤيته في رأسي، وأظن أنه يبدو جيداً. مستعدة؟ هاو، حان وقت قلب البانكيك. رائع، انظري. واو، لا يهم، يبدو هذا البانكيك مثل ما أنت تعرفين. هل يجب علينا أكله؟ لن يكون طعمه بذلك السوء. رائحته زكية، والطعم ليس جيداً. هل أنت بخير؟ مقزز، ماذا عن طبقك؟ سأعرف الآن. يا إلهي، طعمه جيد. أتريدين تذوقه؟ حسناً، شكراً، سأتذوقه الآن. إنه لذيذ. لا تحكم على الكتاب من غلافه. ما التالي؟ أوه، ما أظرف هذا اليونيكورن. انظري إلى هذه المستلزمات الفنية، إنها رائعة. انظري، حصلت على نفس المستلزمات. لحظة، يجب أن ندير العجلة. حصلنا على أزرق، ومعناه بلا أيدي. هذا غير منطقي، يجب علينا فعل ذلك. فرش الرسم جاهزة. بلا أيدي، خطرت لي فكرة. سأستخدم كل الألوان، فنحن نلون يونيكورن. حان وقت السحر. سيبدو غريباً في البداية، لكن النتيجة هي المهمة. يؤلمني فكي. بلا أيدي، لا مشكلة. أو لم تكن هذه هي الخطة. الألوان مخلوطة بشكل سيء. ماذا عن رسمتك؟ أنا أجرب نهجاً مختلفاً. من الصعب التحكم بهذه الفرشاة. أوف، سأواصل. سأمرر الفرشاة بهذا الشكل. تبدو الألوان سلسة وجميلة. ما أجمل هذه الخطوط. انتهيت، والنتيجة سحرية ومبهرة. ما أجمل هذا اليونيكورن. تبدو رسمتي فظيعة مقارنة برسمتك. ربحت هذه الجولة بالتأكيد. آني، انظري. واو، ما أظرفه بتلك المخالب الصغيرة. ما الذي سنستعمله الآن؟ لم أفهم، ولا أنا. ماذا الآن؟ هناك وقت محدد، يجب أن نبدأ بسرعة. السلطعون أحمر اللون، صحيح؟ لدي فكرة رائعة، سيكون شكله مميزاً. لم يسبق لي رسم سلطعون. الوقت على وشك الانتهاء. كيف رسمت آني كل هذا؟ لم أسكب اطلاع بعد. لحظة، لدي خطة جهنمية، يجب أن أنفذها بخفة. فعلتها. هل فقدت صوابك؟ بالغلط، نجحت خطتي. لا لا لا،
أنا أفسد رسمتي. هي لك من مسكينة، ليست مشكلتي، ستدفعين الثمن. لحظة، يمكنني الاستفادة من هذا الطلاء. انتهيت، حان وقت استخدام يدي. سأطبعهما بهذا الشكل. الأصابع فرش رسم مثالية. أو لا، الوقت سينتهي. رسمتي جاهزة، هل أنت مستعدة؟ لحظة، لماذا رسمتك جيدة؟ لقد رسمتها بسرعة كبيرة. يكمن السر في أصابعي، سأريك. أنا أعتذر. وأنا أسامحك، أريد الاختباء في صدفة. هذا أفضل، سأعود الآن إلى تقييم الاختبارات. حصل هذا الطالب على تقدير ممتاز، وهذا الطالب راسب. يجهل الكثير من الطلاب الإجابات الصحيحة. علي إنجاز الكثير من الأعمال. لقد أصبح الوقت متأخراً، يجب أن أنهي هذه بأسرع وقت ممكن. القليل من الأوراق. يا إلهي، يا له من حلم فظيع. لا، لقد غطى الحبر جبهتي. علي الآن تنظيف هذا الحبر. أمل أن تتمكن المنحة من التخلص منه. مهلا اللحظة، حتماً يمكنني فعل شيء بهذا الخاتم. سأضع القليل من الغراء على الخاتم، ثم أثبت فوقه منحة صغيرة. والآن سأستخدم الغراء لرسم حرف هنا. بالطبع سأرسم الحرف F. هكذا، لدي الآن خاتم في كل يد للناجح والراسب. إنهما رائعان. يمكنني الآن العودة إلى وضع الدرجات. سأخذ ورقة الاختبار هذا وأتحقق من الإجابات. سأختم هذا بالخاتم A، وهذا راسب، لكن هذا ناجح. سأتحقق من هذا جيداً. هذا مذهل، ناجح أيضاً. وكانت هذه هي الورقة الأخيرة. لقد فعلت ذلك بسرعة، لقد وفرت الكثير من الوقت. حان وقت العودة إلى المنزل. ما الذي قد يجعل الأشياء العادية أروع بكثير؟ لمسة لون بالتأكيد، وباستخدام الطلاء الصحيح يمكن إنتاج تحف فنية حقيقية. من يدري، ربما يمكنك رسم الموناليزا المرة القادمة، أو على الأقل حافظة حاسوب محمول رائعة المظهر. هل أنت مستعد لتقمص شخصية الفنان؟ مرحبا، ما هذا؟ كيف أمكن لهذا الدخول إلى هنا؟ انظري، إنه غزال جميل. انظري إلى ذلك الشيء يا جينيفر، هذا مدهش حقاً. ها؟ هل هو قائم؟ لنبدأ العمل. ها؟ علينا البدء برسم الخطوط الصحيحة. هذه الزوايا صعبة. هذا ميؤوس منه، أحتاج إلى شيء أكثر دقة. وجدتها. الآن يمكنني الحصول على مقاسات ممتازة. سأعود بعد قليل. إلى أين تذهبين؟ لا يهم، حان الوقت لأقترب كثيراً. يبدو ذلك جيداً. هذا جميل، الآن أعلم ما علي فعله. سأستخدم لوحة رسم. ابدأوا دائماً بطلاء أسود. هل نفذ بالفعل؟ هذا سخيف. جينيفر، لقد أفسدت لوحتي بالكامل. هذا آخر ما يقلقني الآن. يا للهول، انظري إلى هذه الفوضى. أعتقد أن علي البدء من جديد. إلا إذا تمكنت من استخدام هذه التقنية لصالحي. أتعتقدون أن هذا يبدو داكناً جداً؟ لن يطول ذلك كثيراً. فقط لطخوا اللوحة بالطلاء. والآن ارفعوا هذه الطبقة، ثم اعملوا على المساحة بالأعلى. استخدام لونين أفضل من استخدام لون واحد دائماً. رائع، أليس كذلك؟ والآن لنحضر السلاح الكبير. استخدموا الفرشاة لسحب الألوان سريعاً إلى الخارج. هذا يعطي تأثيراً رائعاً. رأيتم؟ كدت أنتهي. مرروا الفرشاة على الأشجار أيضاً، حتى فرشاة الأسنان يمكنها صنع السحر. عدة نثرات متقنة هي كل ما أحتاج إليه. رائع. والآن انزعوا الطبقة الأولى هنا، وسيصبح لديكم مشهداً ليلي من الغابة. أليس هذا ساحراً؟ انظروا إلى لوحتي أيضاً. كيف فعلت ذلك كله؟ حسناً، الفائزة معروفة في هذه الجولة. أحسنت يا ويندي. علي العمل على تقنيتي في استخدام الفرشاة. لمسات فرشاة أقوى؟ هيا. لا يهم.
صنعانا. ليس هذا المساء جميلاً؟ مهلاً، انظر، فنانتان حقيقيتان. مرحباً، أليس ألطف ثنائياً على الإطلاق؟ إذا كنت تحبين هذه الأمور بالغة العاطفية. أحبك كثيراً يا عزيزي، أشعر بإلهام، أود بث هذا الحب على الورقة. هكذا، ألا يمكن أن تكون هذه الموضوعات أقل مللاً؟ أفضل الرسم من خيالي. نقاط متفرقة من الألوان، بهذه الطريقة ستختلط الألوان ويمكنكم الاستمتاع برسم الخطوط. ها هو اللون يختلط، هكذا كدت أنهي النقاط. والآن سأكور قطعة ورق قصدير وأستخدمها لتلطيخ الطلاء الرطب، هذا يمنحه قواماً جميلاً. أرأيتم معني؟ ثم استخدموا الفرشاة للتنظيف قليلاً. كيف يمكن أن يكون هناك مشهد خارجي من دون أشجار؟ حاولوا أن تستخدموا أيديكم بخفة فحسب. والمزيد من التلطيخ. هاك، ألا يبدو هذا مدهشاً؟ لكن ما زال لدينا المزيد لنفعله. خلط الألوان يجعلها تبدو أقل حدة، لكن يمكنها الاستفادة من مزيد من التحسين. انظروا، هناك حبيبان هنا، ليس هدف تركيزنا فحسب. جميل، الآن حان وقت إضافة بعض المطر، لأنه لطالما كان هذا رومانسياً جداً. تدا، هل هذه شعرية بما يكفي؟ لوحتي شعرية بالتأكيد. ماذا عن لوحتك؟ ربما تصبح أفضل. هل أعجبتك؟ يا للروعة، تستحق العرض في متحف. حقاً، أعتقد أن هذا يجعلني الفائزة. أحسنت يا جين، تعالي إلى هنا. رجاءً، أعتقد أن بإمكانكما أخذها. هذا نحن يا حبيبي، تشاو. انتبهوا أيها الطلاب، سوف يرد هذا في الامتحان. أجل، هذا هو الحماس الملائم يا ماديسون. ها؟ هل قال شيئاً؟ أنا أركز على هذه اللعبة. واو، ماديسون بارعة جداً. أجل، أسمع هذا الإغراء كثيراً. الآن ستهزمين. من المستحيل هزيمتها، لكنني سأحاول. هل يمكن لأحد إجابة هذا السؤال؟ أيها الطلاب، درس رائع يا سيدي. شكراً، على ما أعتقد كان هذا مفاجئاً. واو، أحب هذه اللعبة. هيا، لا يمكنني أن أبعد فوز. يوجد خطب ما هنا. لحسن الحظ جئت مستعداً، إنه يبدو مثلي تماماً. جيد، ما زال منشغلاً، واصل اللعب. هذا ما ظننته تماماً. مهلاً، أجل، لقد فزت. كلا، كان فوزي وشيكاً جداً. أوه، سيترك هذا ندبة. أوه، هنا طار الزر، أحتاج إلى إصلاح هذا وإغلاق اللعبة، لكن كيف؟ هذا صعب. كلا، لن ينجح هذا. أوه، يبدو هذا جيداً، وهو يعطيني فكرة رائعة. سأستخدم صلصة لأصنع شتيرة برجر على الزر. علينا وضع بعض الجبن، ثم سأضع في الآلة شريحة خبز. سأضعه مجدداً على لوحة المفاتيح. إنه مثالي. أجل، إنه يعمل. بسرعة، تصرفي بطريقة طبيعية. ماذا؟ ماذا حدث؟ مهلاً، اللعبة كانت على الشاشة. لعبة؟ هل أنت بخير؟ نحن نؤدي واجب الصف حسب. لابد أنني صدمت رأسي بقوة. آسف يا فتيات، واصل عملكما. لقد صدقنا تماماً. لنلعب. أشعر بملل شديد، أحتاج إلى قيلولة. مهلاً، ما زلت في الصف. انتهى الوقت، سلموا أوراق اختباركم. لم أنتهي بعد، رسبت تماماً في هذا الاختبار. سأحصل على علامة رسوب أخرى. أجل، لا يهم، هيا أسرعوا. رائع، والآن سأصحح الأوراق. بالكاد يمكنني إبقاء عيني مفتوحتين. طفح كيلي من هذا. هذا أكثر إمتاعاً. أتضور جوعاً، أعلم ما سأفعل. سأطلب طعاماً. مرحباً، أيمكنني طلب الطعام؟ واو، يا له من توصيل سريع. إنها وليمة، وكلها لي. المزيد، أريد المزيد. يا إلهي، هذا شهي. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. الطعام دسم جدا وفوضوي، وأنا أحبه كثيرا. كان ذلك مذهلا.
أوه هذا ليس جيدا، أحتاج إلى تنظيف الدفتر، ربما لن يلاحظوا. أوه أعلم ماذا أفعل، سأبدأ بقطع جزء من الدفتر وسأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على الدفتر وألصق قطعة من اللباد الأخضر بالدفتر. سأبسطها كي لا تتبقى أي طيات. والآن سأضيف اللباد الأبيض والأحمر أيضاً، لكنني لم أنتهي بعد. سألصق قطعة صغيرة من اللباد الأسود على الدفتر وسأرتبها على شكل قوس. يبدو رائعاً، أصبح الدفتر جاهزاً. مظهر البطيخ أفضل كثيراً من دفتر ممل. ألا يصدر من الصف هنا رائحة برجر؟ حسناً أيها الطلاب انتبهوا، أوراق الاختبار المصححة هنا. مستوى بشع يا أليكس، ها أنت ذا. أو هذا ليس دفتري، ماذا يحدث؟ شش، إنه سرنا. مهلا، يمكنني تقبل هذا، شكرا، هذا مذهل. حسنا أيها الطلاب، أنا متحمسة جدا لدرس الفن. حسنا أيها الطلاب، أريد منكم اليوم رسم قطة، انظروا لهذا الوجه الجميل. أو هذا صعب، وهذا هو ذيلها. أوه هذا سيء، انتهيت، كنت في عجلة من أمري لذا هذا ليس أفضل ما لدي. ماذا؟ لا أصدق. إنه أسوأ يوم في حياتي، أعطني هذا الشيء. أوه لكنك تستحقين. خطرت لي فكرة، قد ينجح هذا. إن حاولت لف الرباط المطاطي حول القلمين وفعلت الشيء ذاته في الطرف الآخر، يمكنني تحديد القطة المرسومة على دفتر ملاحظاتي. يبدو أن الأمر ينجح، حصلت على نسخة مثالية منها بتتبع الخطوط. واو تبدو جميلة جدا، هذا أشتني يا شيريل. شكرا لك، أزيد هذا بالفطرة. جيد، رائعة كعادتك يا لونا، ممتاز، واصلي على هذا النحو. شكراً. لا ما زالت تطبع. شش توقفي. ماذا؟ لا شيء هنا، أكره درس الفن. هذه الحصة سخيفة، أشعر بالضجر. سأعود للمنزل. حسناً، من يمكنه حل هذه المعادلة؟ أنا، اختاريني، أنا. أوه يا لك من محظوظة، يمكنك حلها. كيف يفترض بي حلها بدون آلة حاسبة؟ أنت، ساعديني في حلها. حسناً، يجب أن أصوبها بدقة. الأقلام، استهدفي الأقلام. أوه، كيف حدث ذلك؟ هل أنتما وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام. نعم نجحنا، أنا قادمة. بسرعة لنتبادل الأماكن، لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام. يجب أن أغير مظهري. وأن أفرد شعري أيضاً. انتهيت من المظهر، يجب أن أقلد تصرفاتها. انتهيت أخيراً، متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن. أول رقم هو 2، لذا سأرسم خطين. الرقم الثاني هو 1، لذا سأضيف خطاً واحداً. الاتجاه الآخر 3 خطوط لرقم 3 وخطان لآخر رقم 2. سأرسم الأقواس الآن. هكذا، النقاط هي التالية: نقطة في مكان تقاطع كل خط. هناك 6 نقاط في هذا القسم، و7 نقاط في القسم الأوسط، ونقطتان في آخر قسم. انتهيت، سأجمع الأرقام معاً. الإجابة 672. انتهيت، حلها سهل. دعيني أرى. واو الإجابة صحيحة، أحسنتي، رائع. حسناً ستتسابقان على حل هذه المعادلة. سأفوز بكل تأكيد. سنرى. 3، انطلاق. المسكينة، إنها ترهق نفسها في الحل. لحظة، هل تحل المعادلة؟ لا يهم، يبدو أني سأفوز في هذا السباق. ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أظافرها؟
سخيفة، هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولو شوكولاتة؟ يا لها من غريبة. سأواصل الحل. انتهيت. ماذا؟ مستحيل، كيف يعقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد. لا داعي لكل هذا التعب، هناك طريقة سهلة وذكية. سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب. حسناً، 3 × 7 يساوي 21. سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية، التالي 7 × 1. هذا سهل، 7. سأضع هذا الرقم في المنتصف. أخيراً، 4 × 7. الإجابة 28. سأكتبها في الخانة الأخيرة. الرقم الأول هو 2، ثم سأجمع الرقمين التاليين. المجموع هو 1، ثم الرقمين التاليين، 7 + 2 يساوي 9. سأكتب 9 هنا، سأكتب آخر رقم 8 هنا. هذه هي الإجابة، 2198. سأكتب بقلم السبورة هذا. سأبدأ الكتابة الآن. ما أجمل شعر كيفن، ما أروع حركاته، كم هو وسيم. يمكنني التحديق به طوال اليوم. يبدو أنني سرحت. يا ويلي، لا 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 لا، كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله. ها هي المساحة، إنه لا يزول. يا للمصيبة، يبدو أنني استخدمت قلم خطاط دائم. سيساعدني كوب الماء. سأخذ رشفة كبيرة. أنا مستعدة الآن، حان وقت الفرك. هيا هيا هيا، لماذا لا يزول؟ لا فائدة، لن يزول أبدا. ماذا سأفعل الآن؟ سأشعر بالحرج للأبد عندما يراه بقية الطلاب. ماذا يحدث هنا؟ أجل، أنا آسفة، لا يمكنني مسحه. لا تقلقي، لدي حيلة لحل هذه المشكلة، لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا. سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح. يجب تغطية كل خط تماماً. كدت أنتهي، حان وقت المساحة الآن. هترين، تزيل المساحة الحبر الدائم الآن، لا حاجة للفرق. انتهيت، اختفى اسم كيفن من السبورة. يمكنني تنفس الصعداء الآن. يا إلهي، جاء كيفن. نفدت بجلدي في آخر لحظة. لا تقلقي، سرك معي. أريده أن يكون حادا للغاية. هلا، هناك عطسة قادمة. هل يمكنني؟ أتشو. أنا آسفة، أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص. أشعر بالذنب. مهلاً، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بالتأكيد، لن يتكرر هذا الحادث. سأحتاج علبة تيك تاك، سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء. هذا المكان مثالي للمبراة. سأعيد الغطاء إلى العلبة. يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى. هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل، توصلت إلى حل، أترين؟ واو، هذه الفكرة ذكية. كما ترين، ألوان طلاء مذهلة فحسب. إنها تذكر المرء بليالي الصيف وشعور الإغراء. حسناً، هل أنتم مستعدون للبدء؟ لنفعل هذا. لا تقلق يا فتيات، أنا بخير، يمكن أن يكون الفن خطيراً. والآن ابدأ بالعمل على لوحتيكما. سأكون هنا لأي أسئلة أو إذا احتجتما إلى إرشادات.
حسناً، أنا مستعدة لصنع فني الخاص. ممتاز، أشعر بتأثير هذه الألوان حقاً. أحتاج إلى المزيد من الألوان لعملي. الألوان، أعطيني الألوان. المزيد هذه الألوان وهذه أيضاً. أجل، هذا ما أتحدث عنه، لطيف جداً. هذا هو الشغف الذي أحب رؤيته في صفي. يبدو أن الحبر قد نفذ في هذا القلم، سأخذ واحداً آخر. أين ذهبت كلها؟ أنت لقد استولت عليها كلها. حسناً، والآن ماذا سأفعل؟ سأضع المزيد من هذا هنا. أجل، هذا مبهر. هذا سخيف، كيف يفترض أن أعمل بلا أدوات؟ مهلاً، لحظة، أظن أن لدي فكرة. ها أنا ذا، أحب كتب التلوين الصغيرة هذه. علي التسلل إلى هنا. سأخذ الماسحات القطنية. أعتقد أنني سمعت شيئاً. أين ذهبت ماسحات القطنية؟ أشعر بالحكة في أذني. كلا. مهلاً، إهدائي، سيكون كل شيء بخير. لدي مخزون إضافي، أنا بخير. نجحت أول مرحلة من خططي، سأكمل العمل. سألف المسحة القطنية بهذا المنديل. سألف حولها كلها وسأضيف بعض أشرطة واشي لاصقة. أحب هذا الشريط ذا النقاط البنفسجية. والآن سألف حول المسحة القطنية. يبدو رائعاً، لكن ما أحتاج إليه حقاً هو اللون، مثل لون طعامي هذا. سأضع طرف المسحة القطنية في اللون. سأختبره على قطعة الورق هذه. لقد أنقذت مشروعي الفني. ولماذا أصنع واحدة بينما يمكنني صنع مسحاتي بألوان قوس قزح؟ حسناً، سأعود للعمل. زوم. مرحباً يا عملي، اشتقت إليك، لكنني عدت بالمزيد من الألوان. أنا أفضل فنانة عبقرية على الإطلاق. قد يكون هذا أفضل أعمالي الفنية. حسناً، لنرى أعمالكم اليوم. ها هي لوحتي، أحبها للغاية. لوحتي تعبير عن الرعب الذي يشعر به المرء عند سلم مظلم. حسناً، دعيني ألقي نظرة عن قرب هنا. أرى استخدامك للأزرق ودرجات البرتقالي هنا. حسناً، لديك مجموعة من الخطوط فحسب. ما هذا؟ من أين أتت هذه العصيان الفنية الصغيرة؟ ممتاز، أحببتها. أحسنت يا عزيزتي. سأستعير هذه إن لم تمانعي. بالطبع، لا مشكلة في ذلك. صحيح، كنت أعمل على كتابة مذكراتي. يا إلهي، ماذا كنت أفعل؟ انظري إلى ذلك القلم، رائع جدا، هذا المفضل لدي. مستحيل، أترين ما أراه؟ حسنا، انطفح الكيل، دعيني أرى مقدار أموالي. متأكدة أن لدي ما يكفي لتحمل ثمنه. يا فتاة، تبا، هذه عملات معدنية كثيرة ولا تساوي الكثير. هناك هذا القلم الجديد، سأعود سريعا. حسنا، هذا الشيء ليس لطيفا. سأخذ بعض القياسات هنا، سأقص جزءا منه. سأضع قطرة من الغراء هنا في النهاية، وسأضع الغطاء البلاستيكي فوقه. والآن سأستخدم الإسفنج. سأضع خطا آخر من الغراء على حافة قطعة الإسفنج، وسألفها حول أنبوب الحبر. عليكم إبقاؤها مستقيمة، سلسة ومحكمة. سأستخدم هذا الأنبوب الصغير لصنع بعض الدوائر على الإسفنج. المزيد من الجلاتر، وقت اللمعان. سأسكب كل هذه الأجزاء في الأنبوب، سأحتاج إلى بعض السائل أيضا. سأضع الغطاء في النهاية مع المزيد من الإسفنج والغراء. سألصق باقي أجزاء القلم بالغراء تاليا. يمكنني إضافة أنبوب الجلاتر الآن. يا إلهي، كم أن هذا اليونيكورن لطيف. هيا نضيفك إليه. المزيد من الغراء، ستعيش هنا بالأعلى يا سيد يونيكورن. مرحى، اكتمل قلمي الجميل والأنيق. جولي، لدي شيء من أجلك، لقد صنعت لك قلما. ماذا؟ يا إلهي، لقد أحببت هذا كثيرا. أنت أفضل صديقة على الإطلاق. مهلا، لحظة، لدي شيء لك أيضا. تفضلي، صنعت لك بعض الأوريغامي. عجبا، أشكرك كثيرا. يا إلهي، إنها ليست بارعة في طي الورق. واو، انظري إلى كل ذلك الجلاتر، مذهل. إنه أفضل قلم على الإطلاق. يا للهول، يا له من اختبار صعب. على الأقل لدي هاتفي. مهلا، لحظة، أشم رائحة غش. أليكس، ليس هذا كما يبدو. أنت في ورطة كبيرة. أنت تعرف القواعد. كنت أتصل بأمي. ماذا سأفعل؟ مهلا، لدي فكرة. أعطني إياه. عما تتحدثين؟ الهاتف المحمول. مهلا، إنه ليس هنا. لابد أنك تتخيلين، أنا أراقبك كالصقر. فيو، كان ذلك وشيكا، لكني خدعتها تماما. إنها مجرد صورة على هاتفي، أنا عبقري. كان ذلك مضحكا جدا. أنتما انتبها. ليس من المفترض أن تكون رياضية ممتعة. أعلم ذلك. ساني، شاهدي هذا. واو، هذا رائع جدا. بروم بروم، إنها سيارة جميلة جدا. بيب بيب، مهارات قيادة جيدة. أنا حتى لا أملك رخصة. ما الذي يحدث هنا؟ أعطيني تلك. لا مرح في الصف.
أوبس، أنا آسف. لا مزيد من المشاغبة، أعني ذلك. أوه، كنت أستمتع بها. التقطي أصاني، إنها آتية إليك. رمية جيدة، استمر. أليوب، لقد تصديت لها. ماذا قلت؟ كوني هادئة فحسب. إنه لا يشك في شيء. تعادل آخر، لقد تعادلنا 20 مرة بشكل متصل. يفوز المقص على الورق. لم يغذلني أبدا. طائرتي جاهزة للإقلاع. واو، إنها تحلق. انتبهي، حاولت تحذيرك. لا أشعر بأنني بخير. آسف، كان هذا حادثا. مهلا، يعطيني هذا فكرة. أولا أحتاج إلى ورقة. سأقص أشكال أصفر وعلامات الضرب، سأضعها على الجانب، ثم سأخذ دفتر ملاحظاتي وسألصق شبكة عليها. إنه لوح لعبة XO، سيساعد هذا في قضاء الوقت. لنفعل هذا. سأبدأ أولاً. أنا محترف في هذا. لا تكن واثقاً جداً. ها، ماذا يحدث هناك في الخلف؟ درس مثير للغاية. شكراً، أنا أبذل ما بوسعي. جيد. أوه، يا له من يوم جميل. أحب قضاء الوقت وسط الطبيعة. ما رأيك؟ واو، إنها رائعة. شاهدي لوحتي، أنا سعيدة بها جداً. حقاً؟ حسناً. مهلاً، هل تسمعين ذلك؟ نعم، إنها نحلة. اتركينا وشأننا. لكسي، لا، ما الذي تفعله؟ هل ذهبت؟ واو، هذا رائع جداً. ماذا سيحدث الآن؟ مرحبا بكما. هل هذه نحلة عملاقة متكلمة؟ ما الذي تفعله؟ يا لها من شطيرة شهية المظهر، لكن ينقصها العسل. انظروا إلى هذا الجمال الحلو والسكري، لا أطيق الانتظار. سأستمتع بهذا. لحظة واحدة. كم هذا لزج. يجب أن أتخلص من هذين القفازين. هكذا أفضل. هذا غريب جدا، ألا يمكننا البدء فحسب؟ مرحبا، أحتاج المساعدة. نعم، على الفور. يا للروعة، توصيل سريع. لنرى ما لدينا هنا. المزيد من القفازات. مهلا، لقد أوحى لي ذلك بفكرة. يا أنتما، التقطا هذه القفازات. ليس الأصفر لوني المفضل. ماذا يفترض أن نفعل بها؟ مقاسها مثالي. اصنع شخصية بوكيمون باستخدام قفاز. قد يكون هذا صعبا. لست واثقة مما يجب فعله، لكنني سأحاول. سأنفخ في القفاز ثم أربط عقدة في قاعدته. يبدو شكله جيدا، لكنني لم أنتهي بعد. سأطوي الإصبعين الأوسطين. أحتاج إلى بعض شريط لاصق، سأستخدمه لتثبيت الإصبعين في مكانهما. والآن يمكنني قلب القفاز على الجانب المقابل. سأكرر العملية مع القفاز الآخر وسألصقهما معا. بعدها سأحتاج إلى بالون، أريد أن ألفه حول القفازين. ويجب أن أكون لطيفة في هذا الجزء، لا أريد فرقعة البالون. ها قد حصلنا على ذراعين. سأحتاج إلى بالون آخر من أجل الذيل. سألصقه بمؤخرة القفازات. والآن سأرسم دائرة فوق القفاز. ها أنا أرسم عينا وسأعطيه أنفان، ثم ابتسامة سعادة عريضة. والآن سأرسم الأذنين، أريد تلوين قطع صغير فحسب. تذكرت، يحتاج بيكاتشو إلى خدود حمراء، وهذا أمر سهل. أحتاج إلى دائرتين حمراوين فحسب. سأحرص على وجودهما في البقعة نفسها من كل جانب. ها هما، سيكون هذا كافيا. يبدو شكله مثل بيكاتشو بالضبط. مرحبا أيها الصغير، انظري. واو، هذا رائع. هل صنعت ذلك من مجرد قفاز؟ أعتقد أن لدي صديقا جديدا. أصبح لدي صديق. ماذا ستفعلين أنت؟ لا أعلم. طعمه لذيذ. مهلا، وجدتها. لدي الحل، لنصنع بيكاتشو. سأبدأ بالعينين المحدقتين، سأضغطهما على القفاز. ولدي ملصقان من اللباد، سيؤديان دور الخدود. وسألون إصبعيني باستخدام قلم أسود. والآن سأدخل كوب المشروبات. سأطوي القفاز حول حافة الكوب، ثم ألف الكوب. سأحتاج إلى مشرط، وسأصنع به فتحتين صغيرتين في الكوب، ثم أدفع بشفاطة شرب داخلهما. بقي شيء واحد يجب فعله. سأدوس القفاز داخل الكوب، سأضعه بالكامل في الداخل. لقد انتهيت، والآن أحتاج للنفخ في الشفاطة. وها هو بيكاتشو خارج الكوب. تدا! لا، إياك أن تفعلي ذلك. تراجعي، فأنا أتقن الكاراتيه. لماذا فعلت ذلك؟ يا لها من نحلة لئيمة فعلا. انظري إليه، لقد عملت جاهدة من أجل صنعه. ليس هذا عدلا على الإطلاق. لا بأس يا ماج، لا تحزني، لكن هذا يعني أنني قد أفوز. سيكون القرار سهلا، ستفوز لكسي. وهو، تهانينا.
واو، أحب هذه القناة، إنها قناتي المفضلة. تينا خفيفة الظل جدا. انتبهي، لم يكن هناك داع لذلك. بربك، لقد كان الأمر فكاهيا. على أي حال أريد أن أريك شيئا. إنها دجاجتي، أليست بالغة اللطف؟ هل تعجبك تلك الدجاجة فعلا؟ نعم، لماذا؟ أنا أفضل ألعاب بوب إت، فهي ممتعة أكثر. بوب إت لقد أصبحت صيحة قديمة، الدجاج هو صيحة جديدة. لا، ألعاب بوب إت هي الأفضل، ودجاجتك لديها شعر أحمق. أوه لا، لا أصدق أنك فعلت ذلك، ولا أمانع تكراره ثانية. شعر دجاجتي جميل وعصري جدا. أوه لا، إنها مهلا، أهذا ما تريدين؟ أستطيع اللعب بهذا الأسلوب. أشعر بأنني ساحرة الجمال، لا يليق بك ذلك اللون. توقف عن الجدال. ويحي، آسفة. حاول الاسترخاء، إليكم التحدي التالي. ارسم هذه الحشرات. حسناً، أنا واثقة أن بإمكاننا فعل ذلك. واو، من أين جاءت تلك الأشياء؟ انظري إلى كل هذه الأشياء، يمكننا استخدامها لصنع شيء رائع بكل تأكيد. مهلاً، هل يجب أن نتشارك محتويات هذا الصندوق؟ لقد رأيته أولاً، إنه ملكي. ارفع يديك، يستحسن بي أن أبدأ العمل. لدي خطة، سأبدأ برسم فراشة. يا للروعة، أصيب نفسي بالانبهار أحياناً. والآن أحتاج لتفريغ الرسم. لا أحتاج لهذه القطعة الصغيرة، سأتخلص منها. أوه، هذه فكرة جيدة، يمكنني استخدام هذه الملعقة. أريد كسر المقبض، وبعدها سأضع الغراء على الجناح، ثم ألصق الملعقة به، وسأفعل ذلك بطول الجناحين. يساعدني أنني اشتريت ذلك الكيس الكبير من ملاعق لاستخدام واحد. والآن سأضع الغراء على الرأس وعلى جسم الفراشة أيضاً. سأكتفي بهذا القدر، والآن سأستخدم الفرشاة لنشر الغراء. يجب أن لا أنسى قرون الاستشعار، وسأكرر العملية على الجسم بأكمله. سأحتاج للجلتر الآن، سأرشه فوق الغراء. يا للروعة، أحب ذلك اللون. سأضع الغراء على الملاعق برفق، لا أحتاج إلى كمية كبيرة، بل طبقة خفيفة فحسب. لا أريد أن أنسى أي ملعقة. وبعدها سأرش المزيد من الجلتر، أنا أستخدم لوناً مختلفاً. يجب أن أعمل بسرعة قبل أن يجف الغراء. سأستخدم الجليتر الأرجواني للملاعق الخارجية، ثم أهزها لتخلص من الجليتر الزائد. كم هي ملونة، يبدو شكلها جيدا بالفعل. لا بأس أن تشعري بالغيرة، حان دورك. حسنا، على رسلك، أنا واثقة أن بإمكاني التغلب عليك. سأرسم دائرة على قطعة من الورق المقوى ثم أفرغها. مرحبا يا ميغ. نانا، كان هذا طفوليا لكنه مضحك. سأصنع ثقوبا في الدائرة، أريد 8 ثقوب، 4 ثقوب على كل جانب بهذا الشكل. والآن سأمرر رباط الكابل عبر واحدة من الثقوب. سأربطه كالمعتاد، لكنني سأترك حلقة صغيرة في آخره. هذا مثالي. وبعدها سأضع القليل من الغراء على الورق المقوى، ويمكنني استخدام فرشاة للتوزيع. أريد أن يغطي الغراء الدائرة حتى الحواف، وبعدها سأرش الجليتر فوق الغراء. أنا أستخدم الجليتر الأرجواني الداكن، فهو لون مثالي لما أصنعه. والآن سأضيف زوجا من العيون، ثم أتخلص من الجليتر الزائد. لقد انتهيت، صنعت عنكبوتا لطيفا ولديه شبكته الخاصة. انتبهي، فهو يتحرك. هل سبق أن رأيت عنكبوتا جميلا لهذه الدرجة؟ أين هو ذاهب؟ كم أنت مزعجة، لقد كانت مجرد مسحة. مهلا، عنكبوت، تخلصي منه. حسنا، كان هذا مرعبا. أنا أعرفه. حقا، هل تقضين وقتك مع عنكبوت؟ حان وقت الحكم، لنرى إبداعاتكم الفنية. النتيجة هي التعادل، أحسنتما. نعم، لقد كان أداؤكما رائعا، أشعر بالتأثر. رائع، لقد فزت ثانية. لقد فازت كلتانا. لنجدد أحمر الشفاة، هذا اللون جميل وهو يناسبني حقا. أبدو جيدة. عندي أحمر شفاه أيضا، لكنني أفضل الألوان الأكثر إثارة. هذا يدغدغ. مهلا، ما هذا؟ القليل من رذاذ العطر. رائحته كمروج صيف، تعجبني أجود المنتجات. أحتاج للعصر على عطر. معطر الجوز يكون جيدا. أنا أيضا رائحتي جيدة. هذا يحرق الأنف. دفتري، أبعده عني، كان ذلك مقرفا. لماذا يجب أن نجلس بجانب بعضنا البعض؟ لقد كانت هدية. لحظة واحدة، أحتاج للنظر إلى زجاجة العطر، هذا يعطيني فكرة. نعم، قد ينجح هذا، سيكون هذا رائعا. سأحتاج إلى ورقة وردية، سأبدأ في طيها، وسأتأكد من محاذاة الحواف. والآن أحتاج قلما أسود، سأرسم مستطيلا طويلا، ولكن حوافه ستكون مقوسة، وبهذا سأحصل على جرة، وسأضيف ملصقات إلى الورق المقوى.
أريد أن يكون جميلاً وملوناً. ثم تأتي مرحلة تفريغ الجرة، لكنني سأترك الغطاء في مكانه. سأحتاج كيساً بلاستيكياً بسحاب في هذا الجزء. سأفتح طرف الكيس وسأضع الشامبو داخله. أوشكت على الانتهاء، وبعدها سأضيف الجليتر. أريد أن يلمع هذا. أستطيع إغلاق الكيس الآن. سأطوي الجزء العلوي وسأخلط الشامبو والجليتر معاً. أوه، هذا يشعرني بالراحة. سأضعه داخل الورقة المقوى. أريد أن يغطي الجزء المفتوح. والآن سأثبته في مكانه. سأضع شريط لصق على كل ركن، وهذا سيبقيه آمناً. أحتاج قطعة من شريط لصق المزدوج. سأزيل الغطاء عنها. وقد دبست مجموعة من الأوراق معنا. سأضعها على شريط اللصق المزدوج. ها هو دفتري الجديد. انظر إلى الجليتر وهو يتحرك في الداخل. أستطيع أن أشعر بذوبان التوتر في داخلي. أنا سعيدة جدا بهذا. ها، ماذا قلتي؟ واو، أنا لا أصدق ذلك. من أين حصلت على ذلك؟ أريد دفترا رائعا أيضا. لا أستطيع السماح لأي شخص بالرؤية. سأحتاج إلى العمل بسرعة. ماذا تفعلين؟ ألقي نظرة على هذا. ما هذا؟ دفتري رائع للغاية. إنه طري وسفنجي. أنا لا أستطيع حتى النظر إليه. شكله يسبب لي القلق. لحسن الحظ أن دفتري سيهدئني. مرحبا كين. لا أشعر براحتي في هذا الزي. نحتاج إلى تغيير الزي. لقد قرأت أفكاري. هذا ليس صحيحا. لنجرب هذا مرة أخرى. الأمر أفضل ولكن. حسنا، مرة أخرى. أوه رائع، هذا ما كنت أريده. هل أنت مستعد للمدرسة؟ أنا مستعد يا باربي. كيف فعلت ذلك؟ أنت في عالم باربي تخيلي. سأراك لاحقاً. أنا جائعة. ولدي هذه الوجبة الخفيفة. إنها جيدة للغاية. ها؟ ماذا تفعلين؟ هل يمكنني الحصول على بعضها؟ لا، إنها لي. أنا لا أشارك طعامي. كنت أعرف أنها ستقول ذلك. مهلاً، لدي فكرة. أعرف ما يجب فعله. من الأفضل أن أبدأ. سيكون هذا جيداً. سأرسم شكلاً بيضاوياً وسأضيف بعض التفاصيل، وبعدها سألونه. سأستخدم القلم الوردي، وهذا مخصص للقطة. ثم سأستخدم اللون الأحمر للحروف. لا أريد أن أرتكب أي أخطاء. سأخذ وقتي. هذا رائع. سأحتاج إلى تفريغ الرسم. يمكنني وضعه جانباً الآن. لدي المزيد للقيام به. لقد قصصت قطعة من الورق المقوى الوردي بهذا الشكل، ثم قسمته إلى أقسام. سأثني الورق المقوى بخفة، مما سيساعدني في طيه. سأمرر الغراء على اللسان. لا أحتاج إلى الكثير. أريد كمية كافية لتثبيته في مكانه. سأطوي لسانه على نفسه، ثم أضغط عليه. وسأفعل شيء نفسه على كلا الجانبين. سأحتاج المزيد. لقد كتبت على كل قطعة. والآن سأضعهم داخل ورقة مقوى كبيرة. سأطوي الورقة المقوى عليهم وسأصنع ثانية. كأنك تقوم بتغليف هدية. تبدو مملة في الوقت الحالي، لكنني سأجعلها أفضل. لقد صنعت هذا الملصق صغير. وسأقص الجوانب. أريد أن يبدو وكأنه غلاف للوح شوكولاتة. سأقص مثلثات صغيرة على الحواف وسأقلبها رأسا على عقب. وأستطيع الآن أن ألصق شعاري عليها. لا أريد أي تجاعيد. تحتاج المزيد من العمل. سأضيف بعض القلوب إليها. سأرسمها بالقلم فحسب. سألونها باللون الأحمر. هذا لطيف للغاية. سأرسم المزيد من القلوب. وبهذا أكون قد انتهيت. هذا يشعرني بالجوع. مرحبا باربي، هل تريدين التبديل؟ واو، إنها وردية جدا. أريدها. كنت أتمنى أن تقولي ذلك. لقد أحببتها. كم هذا حماسي. أعرف أن طعمها سيكون لذيذا. واو، تأملوا ذلك. لذيذ لذيذ. ها، حصلت على شوكولاتتي الحقيقية. ما هذا؟ حسناً، هذا غريب. أكنت تظنينها شوكولاتة؟ نعم بالطبع. أشعر بالملل الشديد. كنت أعتقد أن الحصة ستكون ممتعة. كنت مخطئة جداً. ها، أين ذهب قلمي؟ مهلاً، ماذا تفعلين؟ أحتاج قلماً رصاص. لكن هذا قلمي. لدي قلم احتياطي على الأقل. والآن أين توقفت؟ ليس مرة أخرى. أعطني ذلك. لا، لن تفعلي. اتركيه. انظري ما الذي فعلته. كان هذا خطأك. كنت بحاجة لذلك القلم. سأكتفي بطلع أظافري. أنت الأسوأ. مهلا، لدي فكرة رائعة. حان الوقت للعناية بالأظافر. سأضع شريطا لاصقا مزدوجا على أظافري. سألصق قلما ملونا بالشريط. وسأفعل شيئا نفسه مع الأظافر الأخرى. يا لروعة، كم هذا ملون. هذا أفضل من أي صالون تجميل. أنا أنيقة جدا. والأمر عملي أيضا. فبهذه الطريقة سيصبح لدي قلب جميل.
سيفي هذا بالغرض. من الأفضل أن أنهي واجب الحصة. أعطني ذلك القلم. يا للهول، ماذا؟ تلك أقلام رصاص، وأنت لن تحصلي عليها أبداً. ودان، ماذا؟ ما الذي يحدث؟ حسناً، تناسي أنني سألت. سأستمر في العناية بأظافري. كيف يفترض بي العثور على قيمة سين مجدداً؟ أنا مرتبكة جداً هنا. ماذا تفعل جينا؟ يبدو أنها مشغولة جداً. بالطبع، هي الحل لمشكلتي. كنت أنتهي. انتهي. ماذا تفعلين؟ أمهليني لحظة. أهلاً، لقد اكتشفت الحل. تسرني المساعدة. اثبتي. الرياضيات مملة. أفضل زيارة أرض الخيال بدلاً منها. انظروا إلى هذا اليونيكورن، كم هو مهيب. واو، كم هذا جميل. أشعر فجأة بالإلهام. سيكون هذا رائعاً جداً. حسناً، كنت أظنه سيكون رائعاً. الرسم صعب، لكن لدي فكرة. ساني، هل أنت متأكدة من هذا؟ كيف جرأتي؟ أنت مفصولة رسمياً ولا تعودي مجدداً. ستقتلني أمي. أهلاً، لا تفعلي هذا. توقفي. لماذا؟ توجد طريقة أفضل. ثقي بي. تريدين رسم هذا، صحيح؟ استخدمي ورق التتبع. اتبعي كل الخطوط بدقة. وفعلياً، أنت من ترسمينها بنفسك. يمكنك رسم كل التفاصيل، ويمكنك إضافة الألوان أيضاً. لا شيء أفضل من زهرة وردية. إنها جميلة جداً ودقيقة تماماً. ما رأيك؟ واو، شكراً، هذه أفضل كثيراً من رسمتي. لقد أحببتها. لا مشكلة. كدت أنتهي. انظروا إلى كل هذه الألوان. المزيد، المزيد، المزيد. أسلوب مثير للاهتمام يا صاني. السر في المعصم. مهلاً، لست جزءاً من لوحتك. هذا تيشيرت جديد. هذه الألوان دائمة على الملابس. أوبس، كيف يمكنني إصلاح هذا؟ ربما بقليل من الإبداع. هل ترون هذا القلم الرصاص الكبير؟ أحتاج إلى الممحاة فحسب. سأصنع قطعات بحذر لأعطيها شكلاً مختلفاً. هل ترون؟ إنه قلب. جميل جداً، أليس كذلك؟ انتهيت. انظري، قلم الرصاص، الممحاة. لقد حولتها إلى ختم. شاهدي هذا. لا، لا تلمسيني. سيبدو جميلاً. حسناً، حسناً، لا بأس. سأفعلها الآن. هل ترين؟ قلوب صغيرة. الآن يبدو التيشيرت جميلاً جداً. هذا رائع. شكراً لك. اكتمل مظهري تقريباً. على من ألعب؟ أبدو مثل جدتي. أحتاج إلى المزيد من الخيارات. سأفتح تطبيق خزانة الملابس. سأبدأ مع بلوزة جميلة. تصميم هذه البلوزة مميز. أحتاج إلى تنورة تناسب البلوزة. وبالنسبة للشعر، سأختار هذا. مظهر جديد تماماً ومدهش. كدت أنسى نظارتي. الأناقة في التفاصيل الصغيرة، صح؟ واو، ما أجمل وجهه. هندسة ملامحه ممتازة. يمكنني حله مثل مسألة رياضية. ما أجمل هذا الوجه.
هل سيلاحظني اليوم؟ أوه، كيف الحال؟ تبدين رائعة. اقرصوني، هل أحلم؟ هل هو قادم ناحيتي؟ أوه، إنه يتحدث مع آني طبعاً. ومن لن يلاحظ فتاة مثلها؟ تنورة جلد بلون معدني؟ من المستحيل أن أرتدي مثلها، خاصة مع جسمي هذا. أوف. مرحباً أمي، يوماً صعب؟ على الأقل لم تقضيه في طي الملابس، عيديها للخزانة من فضلك. شكراً عزيزتي. هذا اليوم يزداد سوءاً. لحظة، أعرف كيف أجذب انتباهها. سأتعامل مع الملابس المطوية لاحقاً. لدي شيء أهم الآن. هذا أفضل. سأغلق حمالة الصدر الآن. حانت لحظة الحقيقة. سأستعين بطبقات وطبقات. هذا أفضل بكثير. وللبلوزة، أبدو إنسانة مختلفة تماماً. هل أبدو رائعة الآن؟ من المؤكد أنه سيلاحظني. واو، ألا هذه كلوي؟ مرحباً. تغير شكلك كثيراً. هذا صحيح. ما رأيك بالذهاب للسينما مع اليوم؟ واو، منافسة رقص جديدة؟ كلا، لن أشارك. أوه، ما هذا؟ دروس رقص؟ تحققت أمنيتي. وواحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. واو، كندا وكيرايان ودان. مرحباً. هل تريدين الرقص؟ أكثر من أي شيء آخر. هل يمكنك فعل هذه الحركة؟ أشك في ذلك. أريد أن أتعلم، أتوسل إليك. أوف، حسناً، درس واحد قصير. حسناً، هيا بنا. واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. ذراعان، حسناً. أوه، والقدمان، هل هذا صحيح؟ حركيها كلها ولفي. يا إلهي، لقد نجحت. سنتدرب على ذلك. سأذهب للمنافسة. حركات سحرية يا عالم. شكراً، شكراً. بالكاد أستطيع رؤية أي شيء. حسناً، سأتجاهل الحضور. علي تذكر الحركات فقط. ركزي، دوري، لا تنسي الابتسام. أوه، كان ذلك رائعاً. أعجبهم أدائي حقاً. أوه، يبدون سعداء. ما الذي يضحكون علي؟ من المؤكد أنهم يستمتعون بصحبة بعضهم. أنا أقضي كل وقتي في المذاكرة. وجدتها، سأحصل على أصدقاء بهذه الطريقة. ستجذب انتباههم بالتأكيد. مرحة. هل تريدون إجابات اختبار الحصة القادمة؟ وداعاً. هل لديك الإجابات حقاً؟ هذا رائع. أوف، حسناً. شكراً يا صاح، أعطني إياها. أحتاج إلى قبلة أولاً. قبلة؟ لا أصدق ذلك. حسناً، تفضلي، أنا جاهز. أنا في الانتظار. أوه، حقاً؟ تفضل. هذه ليست قبلة حقيقية. كان علي أن أكون أكثر تحديداً. قد تكون المدرسة صعبة جداً، خاصة إن كنت تجهلين ما يدور حولك.
سأريكما هذه الحيلة. ماذا؟ أعتقد أن هذا سيكون جيدا. علينا أولا رسم الساعة. سأضع إشارة الطرح ونبدأ الحساب. ينجح هذا على جميع أرقام الساعة. ترى، إنها طريقة سهلة لطرح الأرقام. ماذا؟ هذا مذهل. على الرحب والسعة. حقا؟ يا إلهي. ها؟ إن كنتم تعتقدون أن تلك الحيلة كانت رائعة، ففي جعبتنا المزيد من الحيل الأكثر روعة. هل هذا فصل الاحتجاز؟ حسناً، أنا في المكان الصحيح. الكثير من القوانين. ربما علي البدء في العمل. ماذا؟ هل يمزحون معي؟ من يظنون أنفسهم؟ سيستغرق هذا وقتاً طويلاً. يا إلهي، تبدو تعيسة جداً. يا إلهي، انظروا إلى يدها. على الأرجح أنها هنا منذ وقت طويل. لا أريد أن يحدث ذلك لي. لابد أن هناك حل لهذه المشكلة. مهلا، لحظة، من هذه؟ هل هي طالبة أخرى؟ إنها تستدير. إنها عجوز. ساعديني. هيكل عظمي حقيقي. يجب أن أبدأ قبل أن أتحول إلى عجوز أو إلى هيكل عظمي. مهلا، لحظة، لدي فكرة. أنا بحاجة أولا إلى بعض الأقلام، ثم سأستخدم شريطا لاصقا. من الأفضل أن أستخدم شريطا جميلا. سألف الشريط حول الأقلام في منطقتين. هيا نجربها. انظروا، إنها ترسم ثلاثة خطوط في آن واحد. أنا عبقرية، والآن أنا مستعدة للبدء في العمل، وسأكتب ثلاث جمل في آن واحد. انتهيت من كتابة كلمتين. يا لها بطريقة رائعة. انظروا كيف أفعل هذا بسرعة، ولقد انتهيت. هاي، خذ أيها الاحتجاز، سأخرج من هنا. هذا ليس عدلاً. أنا أحب المدرسة. إنها تصدر الكثير من الضجيج. أنا في طريقي نحو تحقيق درجة عالية. ياي، أنا أحاول التركيز هنا. كفى. هذا مقزز. اهتمي بشؤونك الخاصة. حضرة المعلمة، إنها تستخدم هاتفها في الفصل. ميكي، أنت تعرفين القوانين، ضعي هاتفك جانبا. حسنا، سيلقنك هذا درسا. إنها فتاة سيئة. ماذا لو فعلت ذلك خلسة؟ سألقي نظرة سريعة. مهلا، لحظة، لدي فكرة. أنا بحاجة إلى صورة لوجهي.
أنا ماكرة جدا. حسنا، والآن لدي هذه الصورة وهاتفي. سأضع الصورة على استقامة مع الهاتف. إنهما متطابقان تماما. والآن سأحتاج إلى القليل من الغراء. سأضع الغراء على الجزء الخلفي لحافظة الهاتف. هذا ممتاز. الخطوة التالية سألصق الصورة بالهاتف. يبدو هذا رائعا. والآن سأجربه. سأحمل هاتفي بهذا الشكل. علم الأحياء ممتع جدا. لا أصدق هذا، إنها تستخدم هاتفها مجددا. حضرة المعلمة، حضرة المعلمة. إنها تفعل ذلك ثانية. هل تفعل ذلك الآن؟ أجل، إنها تنظر إليه في هذه اللحظات. حسناً، أنا لا أرى شيئاً. عليك التوقف عن مقاطعة الدرس. شش. أنا أعرقل الدرس. لقد نجحت وأنا الفائزة. هذا ليس عدلاً. قد تصبح المدرسة صعبة للغاية، خاصة إن كنت لا تعرف ما يحدث. سأريكما هذه الحيلة، أظن أنها ستكون جيدة. أولاً، يجب أن ترسم ساعة أو تتخيلها أمامك. أضف علامة الطرح، وها قد حان موعد العمليات الحسابية. إنها صحيحة على مدار الساعة. انتهيت. يا لها من طريقة سهلة لعمل الطرح. ماذا؟ هذا مذهل. على الرحب والسعة. إن أعجبتك هذه الحيلة، فهناك حيل أروع في انتظارك. هل هذا الصف المعقبين؟ نعم، أنا في المكان الصحيح. أوف، يا لكثرة القواعد. إن الأفضل أن أبدأ العمل. هل يمزحون معي؟ من يظنون أنفسهم؟ سيستغرق ذلك دهراً. يا إلهي، تبدو في حالة رثة. إنها على الأرجح موجودة هنا منذ وقت طويل. يا إلهي، انظري إلى يدها. لا أريد أن يحدث هذا لي. لابد أن هناك طريقة للخروج من هذا المأزق. مهلاً، من ذلك الشخص؟ هل هو طالب آخر؟ إنه يستدير ناحيتي. ساعديني، لقد شاخ. هيكل عظمي حقيقي. هذا كابوس. يجب أن أبدأ قبل أن أصبح عجوزة أو هيكلا عظمي. لحظة، خطرت لي فكرة. أولا، سأحتاج إلى بضعة أقلام وشريط لاصق. سأختار شريطا لاصقا جميلا. سألف الشريط حول الأقلام في نقطتين. حان وقت التجربة. انظر، إنه يرسم ثلاثة خطوط في آن واحد. أنا عبقرية. الآن أنا جاهزة للعمل. كتابة ثلاث جمل في وقت واحد. يعمل هذا بشكل ممتاز. انتهيت من كتابة كلمتين. انظر كيف تسير الكتابة بسرعة. وانتهيت. يا لي من بارعة. سأغادر المكان. هذا الظلم. كم أحب المدرسة. أوف، إنها مزعجة. أوه، سأجمع الكثير من النقاط. أحاول التركيز هنا. صفح الكيل. شش. كم مقزز. اهتمي بشؤونك الخاصة. يا أستاذة، إنها تستخدم هاتفها في وقت الحصة. إيفا، أنت تعرفين القواعد. ضعي هاتفك في الحقيبة. طيب، سيلقنك هذا درساً. إنها الأسوأ. ماذا لو لجأت للحيلة؟ نظرة سريعة على هاتفي. أهلاً،
خطرت لي فكرة. سأحتاج إلى صورة من وجهي. يا لي من ماكرة. طيب، سأحضر الصورة وهاتفي. سأحادي الصورة مع هاتفي. تطابق مثالي. سأحتاج الآن إلى بعض الغراء. تضع الغراء على ظهر حافظة هاتفي. ممتاز. الخطوة التالية إلصاق الصورة على الهاتف. ستكون النتيجة الرائعة. حان وقت تجربة هذه الخدعة. سأحمل هاتفي بهذه الطريقة. علم الأحياء مادة صعبة. لا أصدق ما أرى. إنها على هاتفها مرة أخرى. يا أستاذة، يا أستاذة، إنها على هاتفها. حقاً؟ نعم، إنها تنظر إلي الآن، لكني لا أرى يا هاتف. توقفي عن مقاطعة الشرح. أنا أقاطع الشرح؟ هذا ليس عدلاً. لقد نجحت الحيلة. انتصرت عليك. فقاعات، أحب الفقاعات وهي تطير في الهواء. فرقعتها رائعة، دعيني أنفخ المزيد. أجل، صنعت منفاخ الفقاعات بنفسي. لم يكن صعبا أيضا، استخدمت قلم تحديد وأزلت الحبر والطرف، ثم احتجت إلى سلك. لففت وأضفت بعض الغراء الساخن ووضعته في الحاوية، ثم تبقى إضافة الفقاعات فحسب. لنجربها. ها نحن ذا، إنها تعمل. أحب يوم الاختبارات، آمل أن طلابي مستعدون. يا إلهي يا إلهي، لا يبدو أي من هذا منطقيا بالنسبة إلي. آنسة آنسة، أحتاج للمساعدة. أحم، رجاء اقرأ الملحوظة على السبورة يا جولي. انتهى وقت الأسئلة، يكاد وقت الاختبار يبدأ. أوه صحيح، كنت أتدرب ليوم عادي في الصف. أصدق أي شيء تقولينه. مرحبا، أنا هنا للاختبار أو أيا كان. يا له من عيب، لا أصدق أن علي أن أكون هنا لهذا. يبدو أنها مستعدة وتتمالك أمرها. ربما أقرب مكتبي قليلا إلى مكتبها. آنسة آنسة، إنها تقرب مكتبها إلى مكتبي. حسنا، حان الوقت لبدء الاختبار. يمكنني فعل هذا علي إجابة الأسئلة فحسب. سأمدد جسمي قليلا قبل البدء. من الجيد أني وضعت ورقة الغش هذه معي. ماذا تظنين أنك تفعلين؟ هذا ما ظننت، ورقة غش، أعطني إياها. والآن عودي للعمل وانهي الاختبار. حسنا، ليس الأمر وكأن تلك خطتي الوحيدة. لا تفكري في الأمر حتى، سأخذ هذه. تحقق إنك معلمة نينجا، لكن الأمر رائع نوعا ما. حسنا، ماذا سأفعل الآن؟ حسنا، ربما سأفتح حافظة أقلام رصاص. حمدا للرب أني أضفت ورقة غش هنا. أعطني هذا، تفضلي خذي أغراض الكتابة. قلم الحبر، ربما يمكنني فعل شيء باستخدامه. أجل، أعتقد أن ذلك سينجح. أولاً سأحتاج إلى تسخين شفرتي باستخدام لهب الشمعة. ها نحن ذا، إنها ساخنة. والآن سأستخدم السكين على القلم. سأقطع خلاله، وسأحتاج إلى عودي تنظيف أسنان ورباط مطاطي. سألف الرباط المطاطي حول عودي الأسنان. والآن سأضع ورقة الغش داخل القطع الذي صنعته. سيساعدني عود الأسنان على لفها. ثم أتمكن من جمع أجزاء القلم معا مجددا. ممتاز. أجل أجل، كان ذلك ليكون شيئا من الرائع صنعه. الاختبار، من الأفضل أن أعود إلى العمل. أجل، أنا أوازن هذه الساعة على ذراعي. أنتما، انتهى الاختبار، اخفض أقلامكما. أحب أيام الاختبارات. مرحبا، رعت في الحل كما توقعت. مهلا، انتهى الوقت بالفعل، لم أنهي أي شيء. مرحبا، كيف الحال؟ سأجلس هنا. لماذا لا أستطيع إخراج اللوشن من الأنبوب؟ هيا، هذا أمر غبي ومحبط. سأضغط عليه بقوة فائقة. هيا. ماذا تفعلين؟ أوبس، أسقطت اللوشن على يدي وعلى حقيبتي. أظن أن حقيبتي فسدت تماما. كلا، سيكون الأمر على ما يرام، يمكنني إصلاح هذا. سأعود سريعا. لا أصدق أنها تركتني فحسب. يوجد الكثير من اللوشن، هذه فوضى عارمة. حسنا، لدي أنبوب من الورق المقوى وبعض الغراء، ينبغي أن يكفي هذا. والآن بعض الورق لألوفه. جيد، سأستخدم المقص وأقطع الأطراف. تبقى القليل، والآن حان الوقت للمزيد من الغراء. سأطوي الأطراف إلى الداخل وأضع الغراء لتثبيتها. حقيبتي المسكينة، ربما يمكنني مسح كل هذا. ماذا تفعل هناك؟ إنها تحاول مسحه. سأعاود العمل، إنها ما زالت غاضبة. حسنا، الأطراف مثبتة بالغراء. والآن سأستخدم أقلام التحديد للتزيين. سأستخدم الأصفر. تبدو النتيجة رائعة. ربما ستساعد المكنسة مع حقيبتي. أنت
اتركي حقيبتي أيتها المكنسة الغبية. ياه، لقد خرجت عن السيطرة. توقفي، توقفي حالا. أعيديها إلي، إنها ملكي وليست لك. عجبا، إنها تبذل قصارى جهدها هناك. سأرسم شريحة ليمون هنا فحسب. سأحددها أيضا لجعلها واضحة. إيه، لطيفة جدا. أحب الفواكه كثيرا. سأضيف صديقا لطيفا وصغيرا لأجلهم أيضا. وسأضيف هذا الشريط الأصفر في الأعلى. سأضيف المزيد. حان الوقت للمزيد من التزيين. علي أن أكون حذرة في رسم الحروف. سألونه من الداخل. هذا الأزرق جميل، أحبه كثيرا. تكاد الحروف تكون جاهزة. والآن أحتاج إلى الورق المجعد هذا. سأستخدمه لغلق هذا الطرف من الأنبوب. وسأضيف المزيد من الورق عليه. حسنا، ها هو غطاء الضغط لأنبوب اللوشن. سأضع الغراء هنا على الحافة العلوية. سألصقه في الأعلى. وسأضع هذه القطعة من لاصقات فيلكرو. سأضعها من الداخل أمام أحدها الآخر. يمكنك إبقاء الأنبوب مغلقا أو يمكنك الضغط لفتح الأنبوب. يمكن وضع أقلام رصاص بالداخل وستكون آمنة. رائع، أنا منبهرة بشدة مما صنعته. هيا أيتها اليد الصغيرة، يمكنك إزالة اللوشن. يمكنك فعلها. مرحبا يا جولي، لدي شيء لك. إنها تركز تماما مع اليد الصغيرة. أنت جولي، انسي هذا. هيا انتبهي، هذا مهم. انظري، إنها حاملة أقلام رصاص لأجلك. إنها لطيفة جدا، أحببتها للغاية. شكرا لك. يمكنك الحصول على حاملة أقلام القديمة أيضا. ستحبينها كما أحببتها. بالطبع، شكرا على ما أفترض. هيا تعالي هنا. حسنا، هل أنت مستعدة؟ سأعصر معجون الأسنان في الصودا لنرى ما سيحدث. مستحيل، هذا مذهل. يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة. مهلا، ماذا حدث؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا شنيع. يجب أن أهدأ قليلا. سأستخدم مبرد الأظافر لحل هذه المشكلة. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد، منتجات التجميل ممنوعة. لا أريد أن تصرخ المعلمة علي. من الأفضل أن أؤجل برد ظفري. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بكل تأكيد. سأضع المبرد بهذا الشكل والمسطرة فوقه. سأرسم خطوط قياس المسطرة على طول المبرد من البداية وحتى النهاية. جيد، أضفت كل الخطوط. وسأضيف الأرقام الآن. سأضيفها ليبدو المبرد مثل المسطرة. يجب أن تكون واضحة. انتهيت، يمكنني برد ظفري الآن. كما يمكنني استخدامه كمسطرة. هذا رائع. سأبرد أظافري وأحل واجباتي في نفس الوقت. أوف، كل هذه الأوراق مختلطة. يجب أن أرتبها. أوف، أي، زاد الطين بلة الآن. طفح الكيل. يجب أن أحل هذه المشكلة. تعال يا دباسة. لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس. هذا حظي. لحظة، لدي فكرة لحل هذه الأزمة. كل الأوراق مرتبة ومنظمة. سأعمل بالمشرط. أحتاج شقان هنا وهنا. سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر. هكذا، كل الأوراق مدبسة معا بدون دبابيس. الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك. سأذهب للصف. مرحبا يا جارتي في الطاولة. ربما تغادر إذا تجاهلتها. ألست شخصا كثير الكلام ها؟ سأضع سماعاتي الأذن وبهذا لن نتمكن من سماعها. واو، إنها تطير. يبدو أن سماعة أذن طائرة. مهلا، أعود إلى هنا. انتبهي، أمسكيها. فيو، كان هذا جنونيا. كوني صريحة، هل هذا طبيعي؟ لا أعتقد ذلك. هذه أسوأ تجربة. أستطيع إصلاحها. سأمسحها على قميصي. صارت كما لو كانت جديدة. ويمكنني أن أجعلها أفضل. سأضيف ملصق باربي. وبعدها سأحتاج إلى قلم وردي. سأبدأ في تلوين الحافظة. سألونها بالكامل. ولكنني لن ألون الملصق. أنا على وشك الانتهاء. والآن سأقوم بإزالة الملصق. انظري إلى ذلك. أمل أن تعجبك. واو، إنها مثالية. هذا هو الرد الذي كنت أنتظره. هذا كل ما أردته على الإطلاق. مهلا، هل تريدين الاستماع؟ تفضلي. واو، هل هذا صراخ؟ هذا صوتي.
مرحبا بكم في حصة الفن، سنقوم بصنع تحف فنية. سيكون هذا ممتعا. لقد خططت لشيء مميز، شاهدوا ما لدي هنا، لقد رسمته بنفسي. أوه، يبدو رسمه كأنه أنا. أنا عارضة أزياء. بالتأكيد، حسناً، أريدكم أن ترسم شيئاً مماثلاً. أعتقد أنه من الأفضل أن أفعل ذلك. دعوني أفكر. حسناً، أنا مستعدة، سيبدو هذا رائعاً. واو، هذا مثالي. هذا جيد جداً، لكنني سألون رسمتي. هذا أصعب مما كنت أظن. سأرمي هذه الورقة، لنبدأ من جديد. بثبات، بثبات. بربكم، لا أستطيع أن أصدق مدى صعوبة الأمر. هذا مزعج للغاية. ماذا فعلت؟ كان حديثاً، سأمسحه. الأمور ليست على ما يرام، لقد أفسدت الرسم. أنا آسفة جداً. ما هذا؟ لقد اتسخت يدي. مهلاً، لدي فكرة. لقد صممت رسومات على قطعتين من الورق، وبعدها سأرسمها على الورق المقوى. والآن سأخذ دائرة ومستطيلة من الورق المقوى، سأضع رأس وقالب باربي عليهما، وسأغطيهما بالورق المقوى الوردي. هذا ما أردته بالضبط، وكأنه ختم طباعة. ما هذا؟ تريثي، شاهدي هذا، سوف تحبينه. سأحتاج إلى هذه، وسأغطيها بطلاء، ثم أمررها فوق الأختام. سأغطي الختم بطبقة جيدة، وسأضغط به على الورق. سأفعل شيئا نفسه مع قالب باربي، سأتأكد من عدم ترك أي نقطة فارغة. سيفي هذا بالغرض، وبعدها سأنقل الختم إلى الورقة. لقد نجحت، ما رأيكم؟ هذا عمل ممتاز، أليس كذلك؟ لقد عملت جاهدة لإتمامه. مهلا، أعرف ما يجب القيام به. سأحتاج إلى قلم ذهبي، ما يزال بإمكاني إنقاذ رسمتي. سأرسم خطا حول حافة بقعة الطلاء، وسأحددها بالكامل. سأخذ وقتي، أريد أن يكون العمل مثاليا. والآن المرحلة التالية، سألون الرأس بطلاء الأسود. سأبقى داخل الخطوط، وسأصنع صورة ظلية. واو، تبدو رائعة. تادا، أعرف، الرسم مدهش. واو، هذا هو رد الفعل الذي أنتظره. لقد انتهيتما. تجاهلها، لوحتي هي الأفضل. عمل ممتاز، أنتما فنانتان رائعتان، عمل رائع. إنه معجب برسمي أكثر، أنا سعيدة جدا. القليل من الظلال هنا، أنا أصنع تحفة فنية. كسرت قلمي رصاص، ما الذي يحدث معي؟ هذا مزعج للغاية، لحسن الحظ أنا دائما مستعد. أحتفظ دائما بمبرات هنا. ها هي، إنها ممتلئة بالفعل، من الأفضل أن أفرغها. أنت هل تمانع؟ هل تمزح معي؟ أعتقد أنني أقوى مما أدرك. بالتأكيد إن كان هذا رأيك، لكن هذا لا يحل مشكلة قلم رصاص. ماذا سأفعل الآن؟ هذا جيد. أليكس، ماذا تفعل؟ أنا أشحذ قلم رصاص، أليس الأمر واضحاً؟ لا، ليس واضحاً. لم ينجح الأمر. توقف، ما الخطب؟ إنه يستحق ذلك، اترك هذا. حسناً، ربما أنت على حق. لدي خطط بديلة. لا، ما الذي يفترض أن أفعله؟ دعني أساعدك، يمكنك استخدام هذه. إنها الحل لكل مشاكلي. سأريك أيها القلم الرصاص، سيكون حاداً وجيداً. هذا أسهل بكثير، شكراً يا صاني. ربما يجب عليك أن تترفق قليلاً يا أليكس. ماذا تقصدين؟ أعتقد أن هذا يكفي، قشور القلم في كل مكان. إنه خارج عن السيطرة. المزيد، المزيد، أريد المزيد، هل تسمعني؟ أعتقد أن لديه مشكلة، هذا بدأ يصبح غريباً. مهلاً، ربما أستطيع استخدام هذه الزجاجة. نعم، أعرف ما يجب فعله، سأزيل الغطاء وأحدث ثقباً فيه، هذا الحجم مثالي. وسأحتاج مسدس الغراء الخاص بي، سأضع الغراء حول الثقب، ثم ألصق مبرات عليه، سأنتظر حتى يتصلب، ثم سأعيد وضع زجاجتي على الغطاء، هذا ما يحتاج إليه تماماً. أليكس، توقف، يجب أن تجرب هذا. زجاجة فارغة؟ مهلاً، هناك مبرات في الداخل، سأجربها، تمني لي التوفيق. إنها تجمع كل القشور. شكراً لك يا ساني، أنت الأروع، صافحيني. من الأفضل أن أفرغها. ماذا؟ نعم، هذا أفضل بكثير. هذه كمية كبيرة من الطعام المصادر، لكن يجب تنفيذ القواعد، لا شيء يفوتني. بطني تقرقر، ربما ستناول وجبة خفيفة سريعة، لن يعرف أحد أبداً. الشوكولاتة، إنها لذيذة جداً.
واو، كيت اسقط الحلوى الخاصة بي. أوه، ليس هذا جيدا. من الأفضل أن أذهب إلى الصف. ومن الأفضل أن أبدو مخيفا. توقفي، أنت تعلمين أن الطعام ممنوع في الصف. إنها منطقة خالية من الوجبات الخفيفة. هل هذه شوكولاتة على وجهك؟ عن ماذا تتحدثين؟ لكن ما زال الطعام ممنوعا. ليس هذا عادلا. كان يمكن أن يكون هذا أسوأ. مهلا، وجباتي الخفيفة. أوه، لن أستطيع تناول وجباتي. كنت أتطلع إلى تناولها. من الأفضل أن ألتقطها. انظروا إلى هذه الفوضى. يوجد دبابة هلامية على الأرض. مهلا لحظة، انظروا إلى ذلك. تذيب الشمس الدبابة الهلامية. دعوني أتفقد ذلك. واو. مهلا، هذا يعطيني فكرة. سأزيل الممحة من قلم الرصاص، ثم سأدخل شفاطة هكذا تماما. سأقص الجزء الزائد. يبدو هذا صحيحا. الآن سأخذ شمعة مضاءة. سأذيب الدبة الهلامية على اللهب. رائحة طيبة. أريد أن يتحول إلى سائل. ثم سأصب عصير الهلام اللذيذ في الشفاطة. لا أريد أن أسكبه. سأنتظر حتى يتجمد. الحلوى الهلامية السرية. أوه نعم، أنت مجددا؟ ليس لدي أي طعام. هذه الرقائق لذيذة جدا. فيو، لقد نجح الأمر. أعتقد أنني أستحق مكافأة. إنها لذيذة جدا. هذا ما أحتاجه تماما. لذيذ. أنا لا أفهم أي من هذا. هذا صعب جدا. انظروا إلى هذا. سأرسم في هذا الاختبار. لدي هذه الشوكولاتة على الأقل. ستبهجني. لذيذة. أريد المزيد. لا يوجد أفضل من هذا. لقد استمتعت بهذا. من الأفضل أن أعيد وضع طلائي شفاهي. مهلا لحظة، انظروا إلى كل تلك البثور. يوجد الكثير منها. مهلا، لدي فكرة. سأوصلها معا بهذا القلم الرصاص. سأرسم مثلثا. هذا واضح جدا الآن. لقد فهمت الأمر. شكرا أيتها البثور. ماذا قد أفعل من دونك؟ لقد انتهيت من الاختبار. أنا سعيدة للغاية. هذا رائع. أوه، انظروا إلى هذا. أحتاج إلى حامل لهاتفي. أوه، أقلامي. هذا لم يسر حسب الخطة. مرحبا يا زينة، هل أنت بخير؟ أنا أمر بيوم سيء. لم ينجح هذا. هذا مزعج للغاية. لا تستسلمي. صودا لذيذة. مهلا، لدي فكرة. أعطيني صندوق الغداء ذلك. سأسند هاتفي علي. هذا أفضل بكثير. أين صندوق غدائي؟ كان هنا بالضبط. لقد اختفى. لا أصدق ذلك. أنت يا سارقة صندوق الغداء، أعطني إياه. لا، أنا أستخدمه، لكنه لي. أنا أشاهد هذا. هل أسكتني للتو؟ مهلا، انظروا إلى عيدان المثلجات هذا. يمكنني استخدامها. حان الوقت لبدء العمل. سأحتاج إلى زجاجة من الغراء. سأضعه على عود المثلجات. علي تغطيته. ثم سأحتاج إلى عود آخر. سأستمر في تكديس العيدان. سأضع قطرة صغيرة في نهاية هذا العود. ثم سألصق عودا آخر به. أحتاج إلى صنع إطار. سأقلب وسأضيف مجموعة العيدان. لدي قطعتان صغيرتان. ستكون هذه أرجل الحامل. والآن علي طلاء. هذا اللون الأحمر مثالي، يبدو رائعاً. لا أريد إغفال أي مكان. سأتركه ليجف، ثم سألصق عيوناً متحركة عليه. يبدو هذا مضحكاً. ستحبه جينا. أنا متشوقة لأريها إياه. حان وقت التبديل. علي الإسراء. لدي صندوق غدائي. هل أنا أستطيع أن آكل؟ لقد استحققت هذا. شكراً يا صاني. هذا شهي. أوه، كنت أتطلع إلى هذا. هذا غير عادل على الإطلاق. حسناً أيها الطلاب، لنبدأ. أخرجوا البرجل. لا مشكلة، إنه في سمكتي. أين برجلي؟ أنا متأكدة من أنه كان هنا. لا يمكنني العثور عليه. هذا سيء. انتبهوا، سأتذكر هذا. أنا أمازحكم فحسب. هذا ليس الدرس الحقيقي، بل هذا هو. ماذا؟ يمكنني فعل هذا. علي رسم دائرة فحسب. هذا أصعب مما يبدو. ماذا سأفعل؟ مهلا، لدي فكرة. يمكنني استخدام مشابك الورق هذا. الأمر يستحق التجربة. سأستخدم
سأستخدم قلم رصاص لأثبته في مكانه، ثم سأديره بالقلم. إنها دائرة مثالية، لقد انتهيت. شاهدي هذا، أحسنت عملا يا صاني، كنت أعلم أن بإمكانك فعلها. دائما ما أفاجئ الجميع. أنا على وشك إفساد يومكم، لدينا اختبار مفاجئ. هل أنت جادة؟ لدي أوراق الغش خاصتي، سأحتفظ بها في متناول اليد. لدي فكرة، سأنظر في هاتفي فحسب. سأخفي أوراق الغش الخاصة بي، لن يجدها أحد. ماذا تفعلين؟ أنا في أفضل حال، كل شيء عظيم. ماذا؟ الاختبار؟ ليس أمراً مهماً. أنت لا تعنين ذلك، ثقي بي، أعني ما قلته. أنا لا أهتم بالاختبار. لقد جنت. هذا مشوق جداً، ها هو ورق الاختبار. إذن هل هذا يحدث فعلاً؟ حان وقت العرض. ها؟ جينا؟ أنا لست هنا، لا تقولي كلمة. تفضلي يا صاني. وقت القيلولة. هذا أسوأ شيء. أيمكننا الذهاب إلى المنزل؟ أجل، انتهى الصف، هيا نخرج من هنا. أتودين التسكع لاحقاً؟ حسناً، أعتقد أنه من الأفضل أن أنظر. الأطفال فوضويون للغاية، انظروا، إنهم لا يتعلمون أبداً. حسناً، يبدو هذا جيداً، هذه البقعة هي الأسوأ. عمل جيد آخر. أين هي؟ أعلم أنني تركتها على مكتبي. أهناك خطب ما يا فتاة؟ كان لدي لعبة محشوة على مكتبي، أرأيتها؟ إنها المفضلة لدي. آسف يا فتاة، لا أعرف، والآن علي إنهاء المسح والتنظيف. مهلاً، كيف يعقل لطفل واحد أن يترك هذا المقدار الكبير من القمامة؟ سألقي كل هذا في القمامة، هذا سيعلمهم جزاء فعلتهم. هذه مجرد نفايات. لقد جمعت كل النفايات الموجودة، سألقيها الآن في مكب النفايات. ها نحن ذا، يمكن أن أكون قد وضعتها في مكب النفايات. حسناً، ربما يوجد حل، قد تكون هذه الإسفنجة مفيدة. أتريد مني أن أنظف؟ سأبدأ بتليين بعض الصلصال، وسأستخدم قطعة الزجاج هذه للضغط عليه وجعله مسطحاً، سيجعله هذا متساوي السمك. سأقطع قطعة صغيرة من الإسفنج وسأضعها في منتصف الصلصال، والآن سأطوي الحواف. أريد تغطية الإسفنج بالكامل. سأستخدم قطعة الزجاج مجدداً لأسوي الشكل، سيمنحنا هذا مكعباً جميلاً وناعماً. أجل، حان الوقت لإطلاق العنان لمهاراتي الفنية. سأرسم وجهاً على الصلصال، يجب أن يمتلك ابتسامة عريضة، وسأصنع شخصيات أخرى أيضاً. إنها ناعمة جداً وطرية، هذه لأجلك. واو، هذه الألعاب رائعة. واو، أحببتها، شكراً لك. لقد أحرجتني، لا داعي للشكر يا فتاة. مهلا، لحظة، أرضيتي الحبيبة النظيفة. يبدو هذا جيدا، حاجباي مثاليان، سأضع قليلا من ضوء الشفاه. سعيدة لأن لدي الوقت لفعل هذا، أحب صف الفنون، أبدو كتحفة فنية. لن أقول شيئا نفسه عن لوحة ديفيد. من الأفضل أن أنهي وضع مكياجي، سأختار وضع محدد العيون في شكل جناح. يمكنني وضعه بشكل أفضل، سأحاول وضعه مجددا. ليس هذا المظهر الذي سعيت للحصول عليه، لماذا هذا صعب جدا؟ ماذا تفعل؟ أزيل الشريط اللاصق من لوحتي، إنه يمنح تأثيرا رائعا، تبدو جيدة صحيح؟ أجل، لقد ألهمتني بفكرة، أحتاج إلى بعض الشريط اللاصق فحسب، سيفي هذا بالغرض، سأبدو مذهلة. سأضع شريط اللاصق أسفل أنفي وعلى وجهي، وسأضيف المزيد عند زاويتي عيني. قد يبدو الأمر غريبا، لكن ثقوا بي، أحتاج إلى تلطيف محدد عيوني. يعمل شريط اللاصق كدليل إرشادي، وحين أزيله أحظى بشكل محدد العيون المجنح المثالي. مثير للأعجاب، أليس كذلك؟ وسهل جدا. ديفيد، انظر إلى هنا. واو، يمكنك الحصول على هذه اللوحة. شكرا. هذا ممل جدا، علي فعل الكثير من الأمور. ربما يمكنني أن ألا الاستراحة. سأحظى بقليل من المرح وأقسم عملي اليوم. سأضع الآيباد هنا مباشرة. أحتاج إلى حين يبقيه مستندا. لن ينجح هذا. هيا، أصبح الأمر مزعجا. أظنني أعلم كيف أصلح هذا. لا استراقة للنظر، انتظروا عندكم لحظة. هذا أفضل، إنه مسند رائع، أفضل كثيرا من تأدية واجبات المدرسية. سأفتح
سأفتح الملف وسأضع بعض الغراء في الزوايا. أريد أن يكون الشكل تقريبا مثل شكل الآيباد. لدي بعض شرائط الأقمشة، سأضغط عليها لتثبت بالغراء. أحتاج إلى التأكد من أنها محكمة، والآن سأضع الآيباد بينها. سيثبت هذا في مكانه. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحب هذه القناة. ديفيد، ماذا يحدث؟ من الأفضل أن أخبئ هذا. هذا مثير جدا للاهتمام. يبدو كل شيء على ما يرام. فتى صالح، واصل عملك المتقن. بالتأكيد. والآن ماذا كنت أفعل؟ هذا مضحك جدا. ها هي نتائجكم في الاختبار. أعلم أنني سأحصل على امتياز. ماذا؟ هل رسبت؟ مستحيل، لا يعقل أنني حصلت على امتياز. واو، أنا أذكى من تلك المهووسة. رائع. لا تحزني، يمكنني حل الأمر. ثقي بي، سأقطع الجزء ذا التقدير السيء. هل رسبت حقا؟ آسف، لم يكن هناك داعي لذلك. حسنا، والآن سأستبدلها بعلامة امتياز، وسألصق الورقة معا بسائل التصحيح. ماذا تفعل؟ انتظري فحسب وسترين. حسنا، انتهيت تماما، تفضلي. ها، مهلا، أعطت ذكية مجددا. شكرا ديفيد، فكرة ذكية جدا. مهلا، هذه ورقة الاختبار الخطأ. أعلم ذلك. أعتقد أنني حصلت على امتيازي مجددا. إذن فأنا لست ذكيا فعلا في النهاية، صحيح؟ صحيح. مجرد يوم عمل آخر، لا يمكنني أن أسمح بدخول أي شخص إلى الصف. توقف مكانك، أنت تعرفين من أنا، أليس كذلك؟ انتظري حتى يسمع أبي عن هذا، لن يكون سعيدا. حسنا. Thank you. إنه مجرد مبلغ بسيط، سأتركه فحسب. يا للأطفال الأثرياء، هذه الحارسة مخيفة، إنها توترني جدا. حسناً، ها أنا ذي، أستطيع أن أفعل هذا. سأتصرف بطريقة طبيعية فحسب. توقفي مكانك. هل هذا الشيء آمن؟ كنت أعلم أنه سيفعل ذلك. كلا، لا يمكنك الدخول. ارحلي من هنا، فأنت فقيرة. ليس عليك التصرف بهذه القسوة. ماذا؟ لقد ألمني هذا بشدة. الذي سقطت عليه؟ هل هذا ألماس؟ واو، إنه ألماس. هل لاحظت شيئاً مختلفاً في مظهري؟ ربما بعض البريق؟ إذن هل يمكنني الدخول الآن؟ سأدع الماسح يقرر ذلك. لدي شعور جيد حيال هذا. يقول إنك غنية؟ لا أفهم، لكن الماسح لا يكذب، تفضلي. حقاً، أعني بالطبع. يجب أن أستعد للصف، سأحتاج إلى كتبي. أتساءل ماذا سنتعلم اليوم. أتمنى أن يكون شيئاً مثيراً للاهتمام. جيد، لقد وصلت في الوقت المحدد. كان على طائرة النفاثة التوقف للتزود بالوقود. هل يمكننا أن نبدأ؟ لدي حجز للعشاء. انظروا إلى ذلك الدفتر. أعرف، إنه مميز جداً، لكن انتظري حتى تري هذا. لا، مستحيل. شاهدي هاتفي. لا أصدق ما أراه، أريد لمسة. كلا، لن تفعلي. إنه رائع، أليس كذلك؟ أشعر بالرغبة في كاب كيك. سأضيفها إلى دفتر ملاحظاتي. إنها تبدو مذهلة. لا بأس في شعورك بالغيرة. إن دفتري ممل جدا، لا يتسنى لي الحصول على أشياء جميلة أبدا. الحياة ظالمة جدا. مهلا لحظة، لدي فكرة. سأبدأ بقص هذه الصور. يشعرني هذا بالجوع. حسناً، هذه هي الصورة الأخيرة، لكن ما زال لدي عمل علي إنجازه. سأمر من هنا، لا تهتم بما أفعل، علي العثور على الغرض الصحيح فحسب. هذا ما كنت أبحث عنه. لا، ليس الكرواسون. أنا في حاجة إلى ورق الزبدة هذا. برفق وثبات، لا يمكنني السماح له برؤيتي. إنها جريمة مثالية. تبقى مسافة قصيرة. لقد قطعت ورقة الزبدة إلى مربعات، ثم سأضع الصور أعلاها، ثم سأغطيها بالشريط اللاصق. أريد أن يكون الشريط اللاصق أملساً، لا أريد أي تجاعيد. ثم سأقص الرسومات الآن. سأتمهل في هذا. علي اتباع الخط الخارجي. يبدو هذا جيداً. يمكنني إزالة ورق الزبدة الآن، وسألصقها على دفتري. إنها تبدو جيدة. سأفعل الشيء نفسه مع البقية. إنه يبدو أفضل بالفعل. لا يمكنني أن أنسى البيتزا. يا أليكس، شاهد هذا. ماذا؟ الألوان، الصور. لقد أحببته. كنت أتمنى أن تقول ذلك. ما هذا الشيء الدابق؟ مرحباً، أريد وعاء من هذا.
هل ارتدت مدرسة الطهي لأجل هذا؟ أنا حتى لا أعرف ما هو. أنا أدعوه بالمادة الخضراء. تفضلي. إنه دقيق قليلاً. مهلاً. لا داعي للتعجل. أترك مغرفتي. من يحتاج إلى وعاء؟ لقد تخلصت منه. استمتعي به. انظروا إلى هذا. طعام مجاني. من المستحيل أن أتناول هذا. سأطلب الطعام. يبدو هذا شهياً. تعطي الكتل نكهة إضافية. شهي، أتوق لتذوقه. هذا مقزز للغاية. كيف يمكنها أن تأكل ذلك؟ أيها الخادم. هذا أفضل. شكرا لك أيها الخادم. أحب الاستمتاع بالأشياء الفاخرة في هذه الحياة، ولا يوجد أفضل من السوشي الطازج. يبدو لذيذا. بدأ لعابي يسيل. مهلا، ما هذا الطنين؟ إنها ذبابة وهي على السوشي الخاص بي. ماذا سأفعل؟ لقد أفسدت. سأتقيا. ليس هذا أمرا مهما، إنها مجرد ذبابة. يا أليكس، هل يمكنني تناول هذا؟ بالهناء والشفاء. آمل أن تشعر بتحسن. ارحلي أيتها الذبابة. طعام فاخر. إنه شهي جدا. تفقدنا طلعشي فهي فتيات. يا إلهي أنت محظوظة. أعلم ذلك، إنه أفضل شيء. ستبدو شفتي جميلتين جدا. يا فتيات، أين ذهبتن؟ حقا؟ تنفسي فحسب. أوبس. هذا اللون يناسبك. محاولة جيدة، أنت تعرفين القواعد. المكياج ممنوع. لكن ألا يمكننا التحدث عن الأمر؟ أعتقد أن ذلك رفضا. من الأفضل أن أتفقد مظهري. كلا، وجهي بلا مكياج. لكني مستعدة لذلك دائما. أحتفظ بمخزون سري من المكياج لحالات الطوارئ. سأخذ هذا. المكياج ممنوع. هذا ليس عدلا. هذا أسوأ أمر. ما الفائدة إن لم أستطع أن أبدو مذهلة؟ تبدو الحياة خاوية بلا مكياج. مهلا، لقد راودتني فكرة. سأستخدم عبوة سائل لتصحيح هذا. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدأ بإفراغ السائل من العبوة. سأفرغ العبوة في وعاء. سأستخدم ذلك لاحقا. والآن سأنظف العبوة. وسأحضر ملمع شفاهي المفضل. سأستخدم ماسطا لإخراج ملمع الشفاه من الأنبوب. إنه يجعل الأمور أسهل. لا أريد صنع فوضى. والآن سأضعه في عبوة سائل التصحيح. سأملأها إلى أعلاها. سيفي هذا بالغرض. وسأستبدل الغطاء. أنا ذكية جدا. وستبدو شفتي رائعتين. أجل، يمنحني هذا شعورا أفضل بكثير. لقد افتقدت هذا كثيرا. ماذا تفعلين؟ واو، أحتاج إليه. خذي هذه النقود. حسنا، انتظر دوركما. شكرا يا آسي. أعطني إياه، أعطني إياه. أنت الأفضل. وهو، سرني تعامل معكما. أشعر بملل شديد، أحتاج إلى قيلولة. مهلا، ما زلت في الصف. انتهى الوقت، سلموا أوراق اختباركم. لم أنتهي بعد. رسبت تماما في هذا الاختبار. سأحصل على علامة رسوب أخرى. أجل لا يهم. هيا أسرعوا. رائع، والآن سأصحح الأوراق. بالكاد يمكنني إبقاء عيني مفتوحتين. طفح كيلي من هذا. هذا أكثر إمتاعا. أتضور جوعا. أعلم ما سأفعل. سأطلب طعاما. مرحبا، أيمكنني طلب الطعام؟ واو، يا له من توصيل سريع. إنها وليمة. وكلها لي. المزيد، أريد المزيد. يا إلهي، هذا شهي. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. الطعام دسم جدا وفوضوي، وأنا أحبه كثيرا. كان ذلك مذهلا. هذا ليس جيدا. أحتاج إلى تنظيف الدفتر. ربما لن يلاحظوا. أعلم ماذا أفعل. سأبدأ بقطع جزء من الدفتر. وسأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على الدفتر وألصق قطعة من اللباد الأخضر بالدفتر. سأبسطها كي لا تتبقى أي طيات. والآن سأضيف اللباد الأبيض والأحمر أيضا. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق قطعة صغيرة من اللباد الأسود على الدفتر وسأرتبها على شكل قوس. يبدو رائعا، أصبح الدفتر جاهزا. مظهر البطيخ أفضل كثيرا من دفتر ممل. ألا يصدر من الصف هنا رائحة برجر؟ حسنا أيها الطلاب، انتبهوا. أوراق الاختبار المصححة هنا. مستوى بشع يا أليكس. ها أنت ذا. هذا ليس دفتري. ماذا يحدث؟ إنه سرنا. مهلا، يمكنني تقبل هذا. شكرا، هذا مذهل. حسنا أيها الطلاب،
وهو! هيا نحتفل! هذا ممتع للغاية، أحب الاحتفال! لن أحتفل مجدداً! هذا الماء مذهل، لكن يحتاج إلى النوم. لماذا صوت الجرس عال جداً؟ لننطلق، هل علينا ذلك؟ هل سهرتن لوقت طويل ليلة أمس يا فتيات؟ وفي ليلة مدرسية؟ هل لدينا اختبار؟ آمل أنكن ذاكرتن يا فتيات، هذا اختبار صعب، حظ موافقاً. شكراً، أحتاج فعلاً إلى الحظ الطيب، لا فكرة لدي عما أفعل. مالاً، أيمكنني؟ أحب التكنولوجيا. كلا، المعلمة قادمة. هذا سهل جداً، الهواتف ممنوعة في الصف، أعطني إياه، سأواصل مراقبتك. أحتاج إلى إخفاء هاتفي، هل يزداد الجو حرارة هنا؟ مهلاً، لدي خطة ماكرة، سأستخدم هذا الشريط اللاصق، سأضع قطعة من الشريط اللاصق على بنطال الجينز، وسأضع بعض القطع على هاتفي، سألصق هاتفي بالقطعة الوسطى من الشريط اللاصق، والآن يمكننا إخفاؤه بهذه القطعة من قماش الجينز، يمكنني إخفاؤه حين تقترب المعلمة، فكرة مثالية. مهلاً، من الأفضل أن أغطي هاتفي، سأتصرف بشكل طبيعي. ماذا يحدث هنا؟ اختبار رائع، أحد أفضل الاختبارات. حسناً، لقد صدقت الأمر، وها قد انتهيت. واو، انتهيت من ذلك سريعاً. تنورتك جميلة. ماذا قلتي؟ كيف حدث ذلك؟ محرج جداً، لن أسمح لأحد برؤية هذا. حان وقت الاختبار. حتماً سوف أرسب. ماذا سأفعل الآن؟ ليتني درست بجد أكثر. ماذا؟ لكن الاختبار. يا إلهي، ينفذ مني الوقت. كيف يمضي الوقت بسرعة هكذا؟ ما الذي يحدث؟ مهلا، من هذا الجاسوس؟ مرحبا، اسمي جاسوس. ويمكنني مساعدتك إن أردت. انظر إلى الاختبار، ماذا يفترض بي أن أفعل؟ حسناً، فهمت المشكلة وأنا أملك الحل. لا تدعي أحداً يراك وأنت تحملين هذا، إنها سرية للغاية. ماذا؟ ما هذا؟ أنت مبتدئة، استخدمي هذا. حسناً. يا إلهي، هذا مذهل. يمكنني رؤية الإجابة كلها، هذا أشبه بالسحر. لا، إنه علم فحسب، لقد أنقذتني، لكن كيف تمكنت من فعل هذا؟ حسناً، سأخبرك. أنت بحاجة أولاً إلى نظارة عادية، ثم تحتاجين إلى قلم تحديد أحمر اللون، والآن عليك تلوين العدسات باللون الأحمر. يجب أن يغطي اللون الأحمر العدستين بالكامل، والآن يمكنك تجربتها. تبدو جيدة. ستمكنك العدسات الحمراء من رؤية ما كتب أسفل الخربشات. رائع، إنها تعمل، إنها حرفة التجسس 101. يمكنك الاستعانة بها لقراءة أي شيء. انظروا إن كنتم تريدون مثلا الاشتراك في إحدى قنوات الفيديوهات. أو ربما أنتم مشتركون بالفعل وتودون ضغط زر الإعجاب. افعلوا ذلك إن كنتم تستمتعون بمشاهدة الفيديو. في كلتا الحالتين، نظارات التجسس جاهزة للاستخدام، وهي أنيقة أيضا. حسنا، أنا مستعدة لهذا الاختبار. حان الوقت لاجتياز هذا الاختبار.
علي فقط التحقق من ورقة الغش السرية. يا لها من طريقة فعالة، يمكنني رؤية الإجابة بوضوح. لقد انتهيت. لن أرسب اليوم. هاي، إنه صديقي الجاسوس. شكرا جزيلا لك. إلى من تنظر؟ حسنا، أعتقد أنك أحسنت صنعا. حسنا أيها الطلاب، سيبدأ الاختبار الآن. حسنا، يمكنني فعل هذا. المعلمة منشغلة الآن. إنه الوقت الأنسب لاستخدام السلاح السري. سأقلب ممحاتي. وها هي الإجابات. ميكي، لا يمكنني الوثوق بك أبدا. أعطني هذه. حتى أنك لا تغشين بذكاء. أعطني البقية أيضا. حسنا، تفضلي. ودفتر الملاحظات. والشريط اللاصق. والقلم. لا تظني أنني لم أرى هاتفك. ماذا؟ أعطني إياه أيضا. لكن انظري، بطاريته فارغة. حسنا إذا، لا بأس. أو هاتفي، لماذا خنتني؟ ما للحظة؟ أعتقد أنه لدي فكرة. أويا، ستكون طريقة رائعة. أنا بحاجة إلى هاتفي وإلى صورة له. سأقص جزء الكاميرا من الهاتف للحصول على قصاصة الغش. يجب أن تكون قصاصة الغش صغيرة حتى تنجح. لكن يمكنني طيها أيضا إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على الجانب الخلفي من قصاصة الغش، وأضع صورة العدسات فوقه مباشرة. علي التأكد فقط من أنها في المكان المناسب. هذا ممتاز، أصبحت قصاصة الغش مخفية الآن. أنا مستعدة للاختبار. إنها مخفية في مكان مكشوف. ليكن هذا سرا بيننا. سأنتظر حتى تنشغل المعلمة. وها هي قصاصة الغش. سيكون الاختبار سهلا جدا. المعادلة الأولى جاهزة. هذا رائع، إنه جاهز. سأغلقك الآن. لقد فعلتها، انتهيت من تقديم الاختبار. حسنا، لنرى مدى إخفاقك هذه المرة. هذه الإجابة صحيحة، والإجابة الثانية أيضا. في الواقع كل الإجابات صحيحة. حصلت على تقدير ممتاز. أنت لم تغشي، أليس كذلك؟ أو لا، بطارية هاتفي فارغة، تذكرين؟ أجل. وها نحن ذا. حسنا أيها الطلاب، أليس هذا المسحوق الجديد هو الأفضل تماما؟ إن تأثيره يدوم طوال اليوم. هيا لنلتقط صورة ذاتية معا. إنهما لا ينتبهان إلي حتى. أهم هاسي شيرل، لقد طفح الكيل. سأفصلكما عن بعضكما الآن. كلا، لا أريدك أن تبتعدي. سأفتقدك كثيرا يا شيرل. نحن مقربتان جدا، وفي الوقت نفسه بعيدتان جدا عن بعضنا. هذا الصف للتعلم. هذا ما الأمر؟
يمكننا استخدام هواتفنا والتحدث معا هكذا. أوه حسنا، هذه فكرة ذكية جدا. دعيني أخرج هاتفي. توقفي عما تفعلين. هل تظنين أنني ساذجة؟ أنت ممنوعة من استخدام الهاتف، وأنت كذلك سأخذه معي. يمكنكما استعادة هواتفكما بعد الصف. سأكور هذه الورقة. شرل، هذه لك. أو كلا، لقد هبطت على بعد كبير جدا. هل رأت أي شيء؟ أو يبدو أنها منشغلة بقراءة كتابها. لقد حالفنا الحظ. أحتاج إلى تجربة شيء آخر الآن. لدي هذا الكوب البلاستيكي، سأقلبه رأسا على عقب وسأقطع القاع، ثم سأحتاج إلى بالون. سأقص نهاية البالون هكذا. الآن يمكنني فتح البالون ووضعه على الكوب. ممتاز، والآن أنا مستعدة لتجربة مدفع الرسائل الصغير خاصاتي. سأضع رسالة داخله وسأسحب البالون إلى الخلف ثم أتركه من يدي. هاو، هل هذه رسالة لي؟ كيف حالك؟ هاو، لقد أرسلت رسالة لي وحدي. أجل، لقد نجح الأمر. أعتقد أن هذه رسالة برد منها. أراك عند مكتب المدير. أعلم كيف أصنع مدفع رسائل أيضا. إنني أحاول الوصول إلى الأعلى. ليس خطأي أنني قصيرة جدا لحل هذه المسألة. أحتاج إلى حفظة أقلامي. هيلاي، أكره كوني قصيرة هكذا. ألا يرين أنني أحاول القراءة هنا؟ حسنا، هيدا. مرحبا يا آسي. أو مرحبا، كيف حالك؟ أو واو، أنت طويل جدا. مرحبا يا من بالأعلى. حسنا، أنا معجب بك كثيرا. هل سيكون من اللائق تقبيلك؟ هل يمكنك الإسراع قليلا؟ هيا، أنا هنا في الأسفل. حسنا، أحتاج إلى مكبر صوت. عليك أن تميل إلى الأسفل أكثر لتتمكن من تقبيلي. ربما علي عزف أغنية على قيثارة. هل ينجح أي من هذا؟ هل اللحظة؟ توجد أقلام رصاص ملونة هنا. يمكنني جعل هذا ينجح. سأحتاج إلى هذا الخبز أيضا. سأزيل الأربطة. سأحتاج إلى استخدام الغراء الساخن. والآن سألصق قلم رصاص على الغراء وسأكرر الأمر. حسنا، لقد ملأت الجزء السفلي. والآن سأضع واحدا بالأعلى في المنتصف. تدا، والآن حصلت على صندل بكعب عال رائع. سأرتديه ولنرى إن كان سينجح. هجل، والآن علي الاقتراب لأحصل على القبلة التي كنت أنتظرها. مهلان، لابد أنك تمازحني. لم يمر وقت طويل هكذا. استيقظ. ها؟ ماذا؟ أنا مستيقظ. أو صحيح، التقبيل ها أنا دا. حسناً، أعتقد أنني ما زلت مساعدة لتقبيلك. هيا، علينا تسجيل أسمائنا. مهلاً، أريد كتابة اسمي أولاً. كلا، لقد جئت هنا أولاً. هذا مكاني. هذا مكاني؟ ابتعدي عن طريقي. لا يهم، لن يصوت أحد لك على أي حال. نا. الترشيحات لملكة حفل التخرج. سجل اسمك معي. حسناً، لا بأس. هيا بنا. ماذا إن توجت إحدانا كملكة حفل التخرج؟ حسناً، دعيني أخرج القلم الجاف خاصتي. ها هو دا، أنا مستعدة لتسجيل اسمي. ماذا؟ تباً، هذا القلم لا يعمل. مهلاً، لدي فكرة. لدي موزة في حقيبتي. مهلاً، هذا ليس ما أردته. ها نحن دا، حصلت عليها هذه المرة. هجل. مهلاً، ليس هذا ما كنت أبحث عنه بالتأكيد. هاو، لا أقصد الإهانة، لكن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا. هلا، أعلم ما تقول. لقد شاهدت تلك الحفلة ليلة أمس أيضا. ما كان ذلك؟ حسنا، لقد طفح الكيل. سأفرغ حقيبتي كلها على الأرض. هل هذه علبة عصير أخرى؟ في الواقع أرى أنها منحتني فكرة رائعة. حسنا، سأخذ علبة العصير الفارغة هذا وسأقطعها. والآن سأزيل الجزء العلوي وسأحضر المقص لكي أقص الزاوية. سأستمر حتى الطرف الآخر للعلبة، ثم سأكرر هذا مع الزوايا الأخرى كي يمكنني فتحها هكذا. لكن لا أريدها أن تبدو كعلبة عصير، لذا سأغطيها بهذه الورقة الوردية. حان الوقت لقلب العلبة وإحضار إصبع الغراء. أريد تغطية هذه المساحة بأكملها بالغراء، كأنني أريد إضافة هذا الشريط من الورق البرتقالي عليه الآن. والآن حان الوقت لوضع الغراء الساخن القوي وشديد التحمل. سأضيف علبة أخرى لكنني سأدورها هكذا. حان وقت إضافة المزيد من الغراء الساخن. إنني ألصق هذه القطعة المرنة، ثم على هذه العلبة سألصق هذا الشريط الممغنط بالغراء. تدا، لقد صنعت حاملة أقلام وأدوات. هذه القطعة المرنة تحمل أقلام التحديد وأغراض أخرى، ويمكنني وضع ورق الملاحظات هنا. يمكنني وضع مشابك الأوراق على الشرائط الممغنطة، ثم حين تمتلئ كلها يمكنني طيها على بعضها البعض. والآن يمكنني وضع الغطاء الذي قطعته مسبقا مجددا.
انظري إلى ما صنعته لك. ما هذا؟ هل علي فتحها؟ واو، مستحيل. هل ترين؟ والآن يمكنك العثور بسهولة على شيء تكتبين به. والآن يمكنني تسجيل اسمي لترشيحات ملكة حفل تخرج. أوه، انظروا إلى كل الاهتمام الذي تحظى به. مستحيل، هذه أروع حاملة أدوات مدرسية رعيتها قط. حان وقت الاختبار. أوه، سأرسب فيه بالتأكيد. ماذا سأفعل؟ أتمنى لو كنت قد ذكرت بجدية. ماذا؟ لكن الاختبار. يا إلهي، الوقت يمر. كيف يمر الوقت بهذه السرعة؟ ما الذي يحدث حتى؟ لحظة، من هذا الجاسوس؟ مرحبا، اسمي الجاسوس. أستطيع مساعدتك إن أردت. انظر إلى هذا الاختبار، كيف سأتصرف؟ أجل، أتفهم مشكلتك، ولدي الحل هنا. أخفيها عن الجميع، إنها سرية للغاية. ماذا؟ ماذا الشيء؟ أوف، إنك مبتدئة. استخدمي هذه النظارة. طيب؟ يا إلهي، هذا مذهل. يمكنني رؤية كل شيء، إنه مثل السحر. كلا، إنه مجرد علم. لقد أنقذتني، لكن كيف فعلت ذلك؟ سأخبرك. أولاً ستحتاجين إلى نظارة وقلم خطاط أحمر. لوني العدسات بالخطاط الأحمر، غطيها تماماً باللون الأحمر. تبدو جيدة، أنت الآن جاهزة لاختبارها. نعم، إنها تعمل. ستمكنك العدسات الحمراء من رؤية المكتوب أسفل الخربشات الحمراء. كان هذا درسك الأول في التجسس. ستعمل هذه الحيلة مع كل ما تريدين كتابته. على سبيل المثال، إن أردت الاشتراك في قناة فيديوهات، أو ربما اشتركت فيها بالفعل، قد ترغبين في منح مقطع الفيديو أعجاباً في حال أعجبك هذا المقطع طبعاً. على أي حال، نظارة التجسس جاهزة للاستخدام. إنها أنيقة أيضاً. عظيم، أنا جاهزة لهذا الاختبار. حان وقت البدء في الحل. ما علي سوى التحقق من ورقة الغش السرية. هذه الطريقة ناجحة، يمكنني أن أرى الإجابات بوضوح. وانتهيت. الحمد لله، لن أرسب اليوم. مهلاً، إنه صديقي الجاسوس. شكراً جزيلاً. ماذا؟ إلى من تنظر؟ تمام، أحسنتِ. انتبهوا يا طلاب، سيبدأ الاختبار الآن. يمكنني فعلها. الأستاذة لا تنظر إلي. حان وقت استخدام سلاحي السري. سأقلب الممحى، وها هي الإجابة. إيفا، ثقتي بك معدومة. سلميها، لا تغشين بذكاء حتى. سلمي البقية أيضاً. حاضر، تفضلي. المقلمة، الكتاب، الشريط اللاصق، القلم. لا تظني أني لا أرى هاتفك، سلميه هو الآخر. لكن انظري، لقد نفذ الشحن. أيضاً يمكنك الاحتفاظ به. يا هاتف، لماذا خنتني؟ مهلاً، أظن أن لدي خطة ذكية. نعم، ستكون خطة ناجحة. سأحتاج إلى هاتفي وصورة له. سأقص جزء الكاميرا، ثم سأحضر ورقة الغش. يجب أن تكون ورقة الغش صغيرة، لكن يمكنني طيها إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على ظهر الورقة، وسأنسق صورة العدسة. سأتأكد بحرصاً من أنها في مكانها الصحيح. ممتاز، ورقة الغش مخفية. أنا جاهزة للاختبار، مخفية على مرأى من الجميع. هذا سرنا الصغير. سأنتظر حتى تصرف الأستاذة نظرها عني. وها هي ورقة الغش. سيكون هذا الاختبار سهلاً. انتهيت من السؤال الأول.
واو، تعمل هذه الخطة بشكل رائع. وانتهيت. سأغلق ورقة الغش. يا سلام، لقد انتهيت من الاختبار. لنرى خيبتك في الحلول. ماذا؟ هذه الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أيضا. في الواقع كل الإجابات صحيحة. ممتاز، أنت لم تغشي صحيح؟ كلا، هاتفي ميت، ألا تذكرين؟ ما الذي سنصنع هذه المرة يا ترى؟ أريدكم أن تصنعوا وردة جميلة، فنحن النحل نحب الورود، هيا. واو، انظري، هل هذا بيض؟ أشعر بحيرة شديدة. نعم، ما علاقتها بالورود؟ لا أفهم الأمر، هل من مساعدة؟ لا تنظري إلي. أيتها النحلة، ما العمل هنا؟ تريث. مهلا، هذا بيضي، لقد كنت أبحث عنه. سأخذ هذه السلة. أوه، لقد كنا بحاجة إليها. وداعا أيها الخاسرون. ليس بهذه السرعة، أترك السلة. هذا ممتع بحق، إنه مشهد منوم للغاية. ارفع يديك المخططتين على السلة. لقد عبثت مع النحلة الخطأ، خذ هذه. يا للهول، مؤخرة الأرنبية. اقفز بعيدا. فيوم، لقد كاد القلق يسيطر علي. انظروا إلى هذا البيض، لا يمكننا استخدامه. آسفة يا فتيات، لكن يمكننا استخدام قشر البيض. حسنا، لم يصبح الأمر أوضح من ذي قبل. أتريدين أن نصنع ورودا باستخدام هذا القشر؟ يجب أن نفكر في الأمر. مهلا، أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله. نعم، لقد وجدتها. سأحتاج إلى هذه القشرة، يجب أن تكون سليمة بالكامل تقريبا. وبعدها سألصق غطاء علبة مشروبات غازية بقاعدة البيضة. أحتاج الآن إلى فرشاة وغراء. سأبدأ بوضع الغراء على القشرة. حسنا، ها قد انتهينا من الجزء الأول، والآن سأرش عليها الجليتر. يا للروعة، يبدو مذهلا. لن يتصور المرء أنها كانت مجرد قشرة بيضة. سأضع وردة داخلها لأحصل على مزهرية ورود صغيرة ولطيفة. ألقي نظرة يا ماج، أليست جميلة؟ لقد أحببتها يا لكسي، وأنا صنعت المزيد منها، فهي أجمل من المزهريات القديمة والمملة. أستطيع تأملها طوال اليوم. وماذا سأفعل أنا؟ أعني، إنها مجرد قشور بيض، ليس لدي الكثير من الخيارات. لقد ضربني الإلهام، هيا بنا. سأمنح قشرة البيض طبقة من الطلاء، وسأستخدم هذا الأزرق الجميل. سأترك الطلاء ليجف وسأكسر القشرة. لقد ساعدني ذلك في التخلص من توتري. وبعدها سأحتاج إلى صفحة ورق وقلم. سأرسم مزهرية، هذا هو الجزء السهل. أحتاج الآن إلى المزيد من الغراء، سأضعه داخل المزهرية، هذه كمية كافية. أحتاج إلى ملقاة للجزء التالي. سألصق قشر البيض المكسور على الورقة، وسأبدأ بالقطع الكبيرة أولا. سأرتبها بشكل عشوائي، ثم أبدأ في ملء الفراغات. لا أريد أي مساحات بيضاء، ويمكنني استخدام طلاء لتغطية المساحات البيضاء. هذه المزهرية تنقصها المحتويات الداخلية. سأستخدم القلم البني لرسم الفروع والجذوع، وبعدها سأرسم الأوراق. لن أضعها على كل فرع. أعتقد أنها تحتاج إلى المزيد من الألوان. سأستخدم الصلصال في الجزء التالي، لقد قطعت بعض الدوائر الصغيرة من الصلصال الأحمر. سأرتبها في دائرة أكبر، وسيساعدني الملقاة على عدم إفساد الصلصال. والآن سأضغط على الصلصال لصنع بعض الخطوط، وأنا أستخدم المشرطة لهذا الغرض، وسأضيف دائرة الصلصال الصفراء في المنتصف. يا لها من وردة جميلة، يمكنني إضافتها إلى لوحتي. سأصنع ورودا بأحجام مختلفة. يا للروعة، هذا مذهل، كم أنا سعيدة بشكل نهائي. لكنني لم أنتهي بعد، سأضيف نحلة صغيرة هنا، فلربما تمنحني بعض النقاط الإضافية. يجب أن أفعل كل ما بوسعي من أجل الفوز. يمكنني تلوين النحلة الآن، تشبه شخصا أعرفه. أتمنى أن يشعر بالإطراء. حسنا، سأعترف بأن لوحتك رائعة جدا، لقد أصبحت جاهزة. هناك شيء مريح للغاية فيما يتعلق بالورود. أريد وضع هذه اللوحة في غرفتي لنكتشف هوية الفائز. لقد انتهينا، ما رأيك؟ كلاهما يعجبني، لكن إحداهما تحتوي على نحلة جميلة، لهذا ستفوز ماج. ممتاز يا ماج. رائع، كنت واثقة أن هذه الحيلة ستجدي نفعا، لكني صنعت مزهريات جميلة. حان وقت الجولة الأخيرة، ما تزال فرص الفوز قائمة للجميع. أمهلاني لحظة، سيكون تحديكم التالي عبارة عن قوس المطر، فقوس المطر ساحر جدا. تشعرني أقواس المطر بالسعادة دائما. انظري، سأخذ الأقلام، لدي فكرة رائعة. أتحرق شوقا للبدء. سأخذ هذه الوسادة القطنية وسأرسم عليها. أريد شكل قوس المطر، الأمر بسيط جدا، علي إضافة كل الألوان بترتيبي فحسب. لقد انتهيت، ما رأيك؟ إنه قوس مطر خاص، هل من المفترض أن أشعر بالانبهار؟ نعم. حسنا، لنكرر المحاولة. أحتاج لإحضار شيء ما، ستكون هذه الأوعية مفيدة، علي ترتيبها فحسب.
بهذا الشكل. والآن سأخذ إبريق الماء وأصب الماء داخل كل وعاء. بحذر، لا أريد سكب أي مياه، فليس لدي وقت للتنظيف. ها هو آخر وعاء، حان وقت السحر الآن. سأضع الوسادة القطنية في الماء وستبدأ الألوان في التسرب منها. سأرسم أشكالا مختلفة على الوسائد القطنية كالفراشة والوردة الجميلة. تبدو جيدة جدا. انظروا إلى امتزاج كل هذه الألوان، وكأنه قوس المطر داخل وعاء. يا للروعة، تبدين وكأنك ساحرة. أظن أنني كذلك. حاولي التغلب على ذلك. ماذا يجب أن أفعل؟ وجدتها. أحتاج إلى بعض الأوعية أيضا. لا تقلقي، فأنا لا أقلدك. سأحتاج إلى الماء. هيا أعطني الإبريق. أشكرك، يكفي أنه بقي لدينا بعض الماء. سأصبه في الأوعية. يبدو هذا مألوفا. تماهلي فحسب. سأحتاج إلى ألوان الطعام الآن. سأبدأ باللون الأزرق. سأضيف بضع قطرات إلى الوعاء، ثم أضع اللون الأحمر في الوعاء الثاني قبل أن أختتم بإضافة الأصفر إلى الوعاء الثالث. حان وقت الفن الآن. سأرسم وجهاً. انظروا إلى هذه الرموش، لابد أن أعرف سرها. لا أصدق أنني أشعر بالغيرة من رسم. يمكنني الآن إضافة بقية تقاسيم الوجه. سأرسم شفتين على شكل قلب، ثم أضيف بعض النماش. قد تكون هذه اللوحة من أفضل أعمالي الفنية. حسناً، حان وقت تلوينها. سأستخدم اللون الوردي للشفتين. يجب أن ألتزم بالحدود المرسومة. لا أريد إفساد الرسم الآن. وبعدها سأستخدم أحمر الخدود على الخدين. هذا ما أريده بالضبط. والآن سأضع الوسائد القطنية فوق الرسم وبطول جانبي الوجه لتؤدي دور الشعر. إنها تشبه الشعر المستعار، لكنها تبدو عادية جداً. أحتفظ بهذه القطارات معي من أجل الطوارئ. سيحدث هذا الأمر فارقاً كبيراً. سأملأ القطارة بالماء الأزرق، ثم أعصره فوق الوسائد. سأسقط القطرات في منتصف الوسائد، وسأفعل ذلك مع الوسائد على الجانبين، وسأكرر العملية نفسها مع الماء الأصفر. سأتركه لتشربه الوسائد القطنية، وبعدها سأسقط الماء الأحمر فوقها، وأعددت بعض الماء الأخضر أيضاً. يا للروعة، يا لها من تصفيفة ملونة. لقد أوحت لي ببعض الأفكار من أجل زيارتي المقبلة لصالون التجميل. والآن سأترك الوسائد القطنية لتجف، مما سيمنحها تأثيراً رائعاً. كم هذا مبدع! ليس عملاً سيئاً، لكن الحكم لن يكون لنا. القرار بين يديك. لا تتوقف عن إبهاري. ستفوز ماك بهذه الجولة. واو، كنت واثقة في ذلك. أعتقد أنه القرار الصحيح. صنعت ليكسي وميك بعض التحف الفنية في هذا التحدي، ونأمل أن تكون تلك الأعمال قد ألهمتكم لتبدأوا في صنع أعمالكم الفنية الخاصة. ما أفضل نصيحة فنية تعرفونها؟ أخبرونا في قسم التعليقات أسفل الفيديو. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.